ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي وانتوا بتشوفوا دلوقتي برنامج هو وهن على احلى قناه في العالم قناه المحور. والنهارده معايا احلى مذيعتين في العالم، زمايلي حبايبي رند ومروه. يعني والله كيف قلدتك عن جد مش لسه اول قبل لسه كانت بتقلدني بالظبط، تقول لهم اديهم واحده. ازيكم احلى ناس في العالم وده برنامج هو وهن بالظبط. يعني ازيكم يا احلى ناس في العالم، انا مروه ميمي بس بقلد عمرو حلمي. يعني اكيد ازيك يا عمرو، بدي احكي لكم مساء الهلو. مساء الهلو عم مشاهدينا، حلقتنا اليوم يعني رح تكون عن جد كثير حلوه، فيها هيك ريلاكسيشن، فيها كثير قصص وحكايات. ولا لا فكره عامله ايه؟ انا ممتازه. ايش الحلقه؟ برحب كده بكل الناس اللي بتشوفنا النهارده. ان شاء الله النهارده حلقه مميزه جدا، هنتكلم عن تفاصيل كثير ومعنا فقرات كثير حلوه. بس في البدايه بقى انا يعني اول خبر معايا او حاجه سؤال كده عايزه اتكلم فيه. كنت قاعده مع بنتي واصحابها وعمالين بقى كل واحده عماله تقول حلمها، انا نفسي اطلع الى المكبر. زمان طبعا المتعارف عليه ان البنت لما بتبقى صغيره تقول انا نفسي اخلف، نفسي اربي بقى بنت، اجيب عروسه، يعني ده اللي كان الطموحات. دلوقتي بقى الطموحات اختلفت بشكل كبير جدا عند البنات. يقول لك يا عمرو انا نفسي اشتغل في شركه، واللي تقول لك انا نفسي افتح مشروع. قولي لي انت كان نفسك تطلعي ايه؟ انا كل شيء، انا قلت حاجه على بعضها. حسيت ان في حاجه غلط اتقال بس مسكتيها. ايوه هي قالت لي قبل حاجه، قلت لها انا هسالك على فكره. لا بس احكي لكم عن جد عن جد، انا كنت كل حياتي بحب اوقف قدام المراي واحكي انه انا اكون مذيعه. بس طبعا يعني وين على عمر ال 42 اكتشفني مستر عمر خياط وقال لي انه انت بتنفعي تكوني مذيعه. فانا كثير محظوظه انه الحمد لله ولو بعد حين. اكتشفتك كمان، كان اول برنامج معايا. ايوه. ايه ده؟ ايش ايه ده؟ نكرتيني كده. لا بقول لك مين اكتشفني اصلا لاصير مذيعه، مش مع مين اول حدا اشتغلت معه. ففعلا الحمد لله على عمر 42 حققت حلمي. بس بالعاده قبل وانا صغيره، بس الحلم فضل موجود معاكي وحققتيه. يعني دي احلى حاجه ان هي حلمت بحاجه وهي صغيره والحلم تطور معاها. انا صراحه كنت بلعب لعبه المذيع من وانا بيبي. انا كنت بحب الغنى، بحب التمثيل، بحب الرقص، وبحب التقديم البرامج. فانا كنت بقعد اسجل على الكاسيت وكنت كلنا عملنا الحركه دي. التسجيل ندوس ونسمع صوتنا. واسوأ حاجه يا جماعه بقى لما تيجي تسمع صوتك بعد كده. لا انا كنت بستضيف عمرو دياب وانا بعمل دور عمرو دياب وبعمل دور المذيع وبغني اغاني عمرو دياب. لا الرحمن الرحيم الانفصام واضح. توحد. لا عمرو انت ملبوس يا عمرو على فكره. عمرو ملبوس بس فده كان الموضوع. بس انا كنت بحقق كل احلامي في برنامج فني كامل. طب والله حلو كل حاجه الحمد لله. عم تعمل، عم تدرس تمثيل، عم تشتغل مذيع، وبرضه انت عملت الباشن تبعك اللي هو الطبخ. حلو. طب انت قولي لي ايش كنت بدك تكوني؟ انا برضو من وانا صغيره يعني نفسي، كان نفسي اطلع محاميه قوي. كتر ما انا بحب الجدال وبحب طبعا انت بتشوفني بتخانق في طبعا. قال لي لو طلعتي محاميه ولا انت بنتي الله يرحمه. قال لي ولا انت بنتي ولا انا اعرف ليه. طيب دي شغلانه حلوه. لا قال لي لا ما تخديش تدخلي محاكم وتخرجي من المحاكم، انا خايف عليا اول موضوع ده. بس المذيعة دي بقى محاميه فعلا. يعني بحب اتكلم كتير وبحب اجادل وعارفه الجو. كلنا واخدين بالنا انت قاعد بتكلمي لا بحب يعني اجادل، عارفه مش هتكلم. انت بتتشدي لان بالذات لما تحسي في ظلم بحسك بتحكي من قلبك. بالظبط. انا بقعد امسكها في الفقرات الجدليه. يعني يا مار احنا نوقف الناس ولا نوقفك انت اسكتي شويه؟ مش تحكي لي، كان نفسي ابقى راديو اضلني احكي. على سيره الراديو النهارده معانا نجمه الراديو. يعني لا سوري كنت بقول نفسي ايه؟ لا وكمان يعني نفسي اطلع من وانا صغيره نفسي اطلع مذيعه. بس دايما كنت بحس ان الحلم ده مش دايما بيتحقق. يعني انت وحظك يعني برضه التمثيل والاذاعه وكده مش دايما بيتحقق. فدي فقره من فقراتنا النهارده، هنتكلم عن احلام البنات. وهيكون معانا النهارده نيلي بنتي ان شاء الله. الله. عشان تفاجئ زي القمر. الله ربنا بيعزك يا رب. يعني انتوا كنتوا مقررين هتطلعوا ايه ولا لا؟ ولا كان مجرد هوايات عندكم؟ لا انا درست ترجمه فوريه، اشتغلت رئيسه تحرير اخبار انجليزي و100 قصه. بالاخر بقول لك الصدفه البحته. سايباني ليه قاعده ترجم لك طول النهار؟ انا ارحميني وترجمي لي. انت ما بتعطينيش مجال. هو مش معقول اعمل زيك احكي الكلمه واترجم. اصل مترجمه ومذيعه خليت لك موضوع الترجمه. ترجمه فوريه. عمرو اصلا خليك ترجمه فوريه لراندو وكل الناس اللي بيجوا معانا. دي حقيقه. بس انا صراحه كنت مقرر انا عايز اعمل ايه. انا كان نفسي ابقى مغني، ده كان الحاجه الوحيده اللي كان نفسي فيها، ومذيع. مغني ومذيع. طيب انا مش قاطعك بس انت فعلا صوتك حلو؟ المفروض بيقولوا عندي اغنيه على امازون. لا حته صغيره. لا مش بهزر. حته ايه؟ صح حرام. خلاص احنا توعدنا ان انت في مره يكون صوتك كويس واحنا بنعمل الاكل نقعد ندندن كده. بس يكون في اله مصاحبه. لو في اله مصاحبه بيطلع صوتي حلو. من غير اله مصاحبه الدنيا بتبوظ شويه. طيب على ماشي ممكن والله هنظبطها لك. وانت بتعمل الايول دايما اللي بيعمل الاكل كده بيقعد يغني. لا انتوا استضيفوني كمغني بقى عادي. فعلا؟ في عندك اغاني؟ لا احنا ممكن نكتشفه يعني
هو برضو بيحب التمثيل وبياخد على فكره عمرو بياخد 50 كورس تمثيل بياخد يطلع من الكورس ده يطلع يروح للكوره بقى صنايع والبخضر هي اهو زي القمر اهو على قناه المحور بقدم برنامج زي الفل هم على القمرين دول يسعد قلبك بس شفت سوحتك على طول والله سكتني ولا اسكتي طيب انا النهارده كنت بقول لكم قبل كنا نتكلم على الراديو عندنا النهارده نجمه الراديو ونجمه الاعلام كله وانا حقيقي مبسوط جدا ان هي معايا النهارده الاعلاميه الكبيره يارا الجندي هي صاحبتي وحبيبتي ومن الاشخاص كمان اللي استضافوني وانا صغير في بدايه مشواري قناه الطعام وشيف طلعت معاها كذا مره هي والجميل الاعلامي مروان ادري فهتنور النهارده في المطبخ هطبخ لها ونقعد نتكلم عن مسيرتها كلها انا كتير متحمسه صراحه بالذات انه انا هيك مذيعه راديو فاكيد رح استفيد بحلقتنا مع بعضكم وبرضه هاكل معاكم النهارده انا بجيب لك طبق بس هجيب لك طبق لك هو خلاص هو الانتاج قال انت لازم خلاص انت وقفتي علينا بخساره من الاكل اللي انت بتاكليه الانتاج قال راندل النهارده اللي تخش ايه تخش المطبخ لا انا بدي احكي لكم انه انا طبعا بعد كل البرام وكل كذا رح يكون في فقره كثير متحمسه لها رح يكون معي سندريلا شخصيا بس مش سندريلا بتاعت القصص سندريلا عبد المطلب رح تكون معي اليوم عشان تعلمنا كيف نسترخي وتعرفنا اكثر عن اليوغا يعني انا بحسها من اصعب الشغلات اليوغا بس بحلقه اليوم فقره اليوم انا كثير متحمسه عشان اعرف اكثر وانا كمان انا عايز اهدى كده ايوه بالضبط نعمل رياضه كنا ريلاكسيشن على الاخر يعني انا بهدى كده بالضبط ومعانا كمان فقره من الفقرات الجميله جدا هنتكلم النهارده بقى عن الفن معانا فنانه تشكيليه هتتكلم عن بقى الرسومات بتاعتها عارف يا عمرو انا برضو الفن ده من الحاجات ان دايما البنات يحبوا يطلعوا فنانات تشكيليين يعني اللي هو الرسومات البسيطه اللي ممكن يرسموها وهم صغيرين يكبروا والحلم يتحقق بتاعهم ويكبر فعلا ويحققوا حاجه حلوه جدا فاحنا النهارده ان شاء الله معانا فقره الله. فنانه تشكيليه انا متحمس جدا كمان الفقره دي عشان صديقتي الانتيم التشكيليه والعالميه ياسمين خطيبه فنانه تشكيليه برضو فانا فاهم عندي باك جراوند عن الفن التشكيلي فهتفرج على الحلقه بتاعتك الفقره بتاعتك موافقين يلا بينا طيب نطلع عشان نبدا اول فقره عندنا كمان اغنيه انت عندك حاجه النهارده لينا حق اغنيه لينا حق في احتفاليه اختلافنا مش هيفرقنا هنشوفها دلوقتي وبعد كده نرجع لكم بعد الفاصل في بقيه الفقرات مشاهدين ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه في هو وهن والنهارده هتلاقونا مقربين جدا من اولادنا عشان نعرف ازاي بيفكروا ازاي بيخططوا لحياتهم هل مثلا ليهم افكار معينه ازاي رسموا خريطه طموحاتهم مثلا لما يكبروا هيعملوا ايه هل هيفتحوا مشاريع ولا يكون عندهم احلام كبيره نفسهم يحققوها ولا ايه رايك يا عمرو صح جدا يا مروه وفعلا لو قربت للاجيال الجديده هتلاقي عندهم يعني سقف الطموح بتاعهم عالي جدا وبيخططوا لمستقبلهم من بدري جدا و بيفكروا هما ممكن يعملوا ايه ودي حاجه الصراحه ما كانتش موجوده زمان عندنا احنا في الجيل بتاعنا والجيل اللي قبل كده النهارده معانا ضيوفي البنات الجميلات دلوقتي واحده عاوزه تعمل مشروع خاص بيها اللي هي نيلي وتكون فاشن ديزاينر وكمان شاهد عايزه تكون مهندسه ديكور ايه الحكايه دي بالظبط تعالوا نسمعهم ونقرب منهم اكتر زي ما مروه قالت ازيكم وعاملين ايه شاهد ونيلي منورين الدنيا نيلي طبعا هي بنت الاعلاميه الجميله مروه ميمي هي نيلي مكسوفه جدا يا جماعه انا هبدا بيكي يا نيلي واسالك سؤال انت يعني امتى ابتديتي ان انت تخططي لمستقبلك وايه اللي انت عايزه تعمليه وانت لسه ما شاء الله في الاعدادي صح فيعني بتفكري في ايه نفسك في ايه بص انا بحب قوي التمثيل وانا صغيره يعني ايه ده الله مثلت قبل كده مع دنيا سمير غانم صح فكليب كده كان اغنيه اسمها المصالح نزلت في مسلسل لهفه تحفه انا بحبها قوي اصلا دنيا سمير طب كلنا بنحبها جدا ونوجه لها طبعا تحيه وبعد كده بقى من قريب يعني خدت كورس مع الفنان بيومي فؤاد تحفه في اكاديميه المحور فده خلاني اخد اكسبيرينس قوي يعني عجبني قوي الموضوع ده وانا اصلا بحب التمثيل وتبقي فاشن ديزاينر جنب التمثيل بس التمثيل عامه يعني بحس ان هو مش مضمون قوي عشان مش بنشتغل باستمرار اللي هو مثلا ممكن اشتغل فتره وممكن شويه اقعد في البيت أيوه. فالفاشن بالنسبه لي يعني انا بحبه اكتر ممكن يبقى ثابت اكتر بالظبط في ديتيلز كده اكتر انا بحبها قوي بس والله ده يعني حاجه عظيمه ان انت لسه صغننه جدا وعندك احلام كتير ما شاء الله طبعا طب ماما بتعمل ايه في الحاجات دي تقول لك لا لا دلوقتي احنا شايفين الرسم بتاع نيلي هشام على التلفزيون كفاشن ديزاينر بترسم رسومات لتصاميم شكلها فخم جدا بترسم حلو شكله خطير طب مامي بتعمل ايه نيلي في البيت بتقول لك لا تمثيل لا فاشن لا المجالات دي لا والله بتشجعني جدا بجد قولي الحقيقه مش هتتضربي من خفيف لا يعني الفاشن عامه بتقولي بتشجعني ليه اكتر اوكي وعشان كمان خال
خالتي هبه ميمي فاشن ديزاينر. صح مجالات حقيقيه. فانا كنت بنزل معاها في الاتيليه بتاعها وبشوف بقى كل واحد بيعمل ايه. بالظبط كنت بشوف بقى كل واحد بيعمل ايه وبيشتغل ازاي، فالموضوع ده عجبني قوي. بس انت عايزه تصممي ولا انت عايزه تعملي كل حاجه، تخيطي من البدايه ولا بس تصميم؟ لا تصميم ويكون معايا تيم كبير. اوكي داخله على جامده. داخله على كبير. طيب نتكلم بقى مع شهد. شهد انت قلتي لي انا بحب ان نفسك تطلعي مهندسه ديكور، قولي لي بالنسبه لك الديكور يعني بيشكل لك ايه في حياتك وليه اخترتي المهنه دي؟ هو انا زي ما قلت لكم الديكور ده اللي هو البيت هو ده اكتر وقت بنبقى قاعدين في البيت. مظبوط. كمان انت تبقي دارسه ان انت ازاي تعملي بيتك بجد خبره اكتر، دي حاجه جميله جدا. يعني انت تبقي دارسه الحاجه دي وتعرفي تختاري الكالرز بقى المناسبه مع بعض وبتاع، حاجه تحفه. انت في ثانوي صح؟ ثالثه ثانوي. نفسك بقى تخش كليه ايه عشان تطبقي هو الشغل؟ فنون جميله او فنون تطبيقيه ان شاء الله. انا عجبني ان هي قالت كمان، يعني بصوا يا جماعه والله الجيل الجديد ده واعي جدا، عنده افكار. ايوه تحس ان احنا كان دماغنا مصديه زمان. والله العظيم يعني في اعدادي يقول لك انا نفسي اعمل كذا، لا وعندها نيلي تقول لك اصل مهنه التمثيل مش مضمونه. ايوه خدت بالك من الكلمه؟ لا يعني هي عاقله جدا. لا كمان شهد كانت بتقول ان انت البيت ده قاعده فيه طول الوقت، فان انت تفرشيه بشكل احترافي، يعني هي فكرت ان هي البيت ده حاجه مهمه جدا وبنقعد فيها مكانها. طب انت الحلم بالنسبه لك يا شهد من البدايه يعني ازاي بدا معاكي؟ يعني هو انا كنت ما اعرف، بس هو انا بحب يعني حسن يعني حاجه من البدايه. يعني انت اول بيجي دايما الديكور، انت مثلا بتيجي تعملي حاجه في البيت بتروقي البيت تلاقي نفسك مثلا بتجيبي لوحه تعلقيها في البيت. يعني التصاميم دي عارفه اللمسات بتاعتك دي ظهرت اكيد. بالظبط. عملت ايه بقى؟ يعني ما كنت انا، هو انا دايما اصلا يعني انا شخصيتي كده شويه قويه شويه، فانا كنت بعينينا في البيت انا اللي بتدخل في حاجات اكتر من مسيطره. طبعا يعني انا دايما اقول لها لا اعملي دي كذا وكذا. أيوه. بصراحه بتثق في رايي برده في البيت، ما عشان بتلاقي نتيجه حلوه فبتسكت. بس انا اسالك برده يا شهد، انت خدتي كورسات مثلا في الموضوع ده؟ لا لسه مستني بقى بعد الثانويه ان شاء الله. بعد الثانويه هخلص دي بس الاول وبعد كده نشوف. طب انا هرجع تاني لنيلي. نيلي انت اتعلمتي قلتي لي الفاشن ديزايننج من خالتك مش كده؟ ويعني انت عارفه ان الفاشن برضو هو زي التمثيل، هو مش حاجه سهل ان انت تعمليها في الاول، هتقابلي صعوبات هتقابلي تحديات طبعاً. هل انت مهيئه نفسك للموضوع ده؟ هو طبعا كل شغل يعني كل شغل وفي صعوبات وكل صح. حاجه وكمان بالذات في الاول يعني اي حد طبعا اتخرج من الجامعه عايز يشتغل وكده بالنسبه له اللي هو شغلانه في شركات احسن عشان لوحده حاجه صعبه شويه. بس مش حاجه ابداعيه، انت عايزه حاجه ابداعيه فنيه. بالظبط. شركات مش تنفع. كل ليا يعني انا اعملها. ايوه يعني مثلا عايزه افتح اتيليه بعد كده افتح براند اسمي. هتسميه ايه؟ نيلي. نيلي. انا بحب نفسي على فكره. ايوه. انت هتسمي برضه البراند بتاعك شهد؟ هو لسه مش عارفه. ممكن بس لسه مش عارفه، بس هو لازم في الاول طبعا الاول لازم اشتغل مع حد. ايوه لحد ما يبقى عندي الاكسبيرينس الكفايه. اكيد صح زي ما قلت. ونيلي كمان نفس الموضوع، انت بتشتغلي مع خالتك او بتتدربي معاها لحد ما تتعلمي كويس عشان تعرفي تعملي ده. طب هتصممي رجالي ولا حريمي؟ الاثنين عادي. ايوه شكرا شكرا شكرا، عشان كفايه ظلم والله بقى، كفايه ظلم الرجاله. احنا بنلبس حاجات كده اهو من المحلات العاديه عشان نبقى شكلنا كويس، بس محدش بيفصل لنا حاجه مخصوص. وعامل اطفال كمان. اطفال كمان تحفه. الاطفال على فكره في حاجات ابداع قوي طبعا، ومفيش حد كتير بيفكر في الاطفال. يعني الأطفال. دلوقتي بقى ترند زي الستات، بس الرجاله دايما في الاخر. ماشي انا هسكت مش موضوعنا دلوقتي. طب نيلي اتفضلي ادخلي على شهد. شهد قولي لي باباكي ومامتك ساعدوكي في انت تفكري ان انت يبقى عندك الحلم ده ولا انت حبيتي ده لوحدك؟ لا شجعوني طبعا. هما بصراحه هما يعني مديني الثقه قوي، اللي هو طالما انت عايزه تطلعي كده انت نفسك حابه ده من وانت صغيره، فخلاص هما شجعوني جدا طبعا. هما عارفين ان هبقى قد قراري يعني ان شاء الله. صح. طب نيلي انت كمان بابا وماما دورهم ايه في الموضوع بتاع الفاشن والتمثيل والحاجات دي؟ هي ماما عادي موافقه يعني، بس بابا مش موافقه على فكره التمثيل دي. هو دايما الابهات هم اللي بيتضايقوا من التمثيل. بس يعني هشتغل في الفشل. طيب انت ناويه الايام اللي جايه دي، انت لسه في اعدادي صح؟ ناويه الايام اللي جايه بعد مثلا ما تخلصي الثانويه مخططه امتى تبتدي تدرسي التمثيل بقى، سوري تدرسي الفاشن ديزايننج او التمثيل بشكل احترافي؟ يعني ناويه في الجامعه ولا لا؟ عادي ممكن اخد كورس جنب الجامعه، ممكن اخش كليه يا اما بيزنس يا اما فنون جميله. اوكي طب ليه بيزنس؟ انت كده بعدتي. عشان يعني مثلا لو ما عرفتش اشتغل في الفاشن يكون عندي بلان بي. انت مخططي، برافو عليك والله ما شاء الله ما شاء
الله. يكون دارسه بزنس كويس يعني. والبزنس هيفيدك في البزنس بتاعك. بالظبط طبعا. ما هو ده فكرتي. بالظبط. انا بفكر فيه. لا والله فيري سمارت ما شاء الله ما شاء الله. شهد انت في ثانويه عامه يعني انت خلاص قربتي على على الفقره دي عايز تدخلي ايه؟ هو فنون تطبيقيه وفنون جميله بس حتى برضو عادي لو ما نجحتش يعني بس انت ما ينفعش تقولي فنون جميله لو انت علم رياضه صح لا عادي عادي فنون جميله الاثنين فاكرها ادبي اصل انا كمان بحس ان شغل الديكور دايما بيبقى غير ان هو غير ان الدراسه بيبقى فيه اكتر فن لمسات فنيه بيبقى مثلا عندك ان انت تعملي شركه مثلا او تفتح حتى مكتب صغير وتجيبي ناس يشتغلوا معاكي تبداي بحاجات هي ده شغل الديكور حتى لو اصلا ده طموحك ولا بتفكري في حاجه ثانيه لا عادي ممكن اخد كورسز برضو يعني في الرسم كده برضو ده يساعدني اكتر برضو بس ما فكرتيش مثلا تبقي معماريه مثلا هي مامتي عايزاني اطلع معماريه عشان هي برضو هندسه معماري بس انا مش عايزه ابقى زي مش عايزه اصل في ناس كتير جدا بيبقوا معماريين وبعد كده بينقلوا على ديكور هو عادي ممكن برضو ادخل معماري لك دي برضو في شغل اجهاد قوي على الست على البنات يعني بس يتعب اكتر تعب بشكل كبير هو قليلين جدا الستات اللي بيدخلوا هندسه معماري نيلي انا مبسوطه جدا ان انت تسالي انت اللي تسالي بتحاولي تتملصي الموضوع بس انا سبتك لسوحتك لا انا عايزك انت اللي تسالي لا انت اللي تساليها ادخلي عليها معايا طب مين انا عايزك دلوقتي تقولي بقى لعمرو وتقولي للناس دي كلها اكتر حاجه مش بتحبيها فيا ايه دي بقى قعده الصراحه قعده الصراحه سيبنا بقى من الحلقه شويه اكتر حاجه مهمه بتعملها بتزعجك في البيت لا يعني مثلا قولي الحقيقه خلاص قولي الحقيقه براحتك راينا مختلف شويه عن بعض يعني هي مثلا عصبيه شويه وبتتوتر بسرعه قوي احنا هنا عندنا عامله لنا نسمه بريئه مش بتتعصب خالص مش كانت عصبيه بس هي عادي يعني هي بتتوتر بس قوي وبتخاف قوي وانا هاديه عادي مفيش حاجه بتفرق معايا قوي فاحنا على اي بالظبط انا بخاف عليها قوي هي دايما بتخاف من كده يعني هي بتتوتر جدا من تليفوناتي الكتير لي ست مرات في الدقيقه لا حرام عليك سيبك طب والله يعني فعلا ببقى بخاف طب بصي اقول لك على حاجه في موقف تاني حصل انا نفسي هي نيلي تحكيه من المواقف اللي انا عمري ما هنساها في حياتي وهي كمان مش هتنساها ايوه فاكره نيلي لما كنا في الساحل حصل ايه اللي حصل انا بقعد وانا في الساحل يا جماعه بقعد اخد نيلي على جنب لو مثلا عندي شغل برجع بسيبها هناك بقعد احلفها واخليها تمسك مصحف اقول لها احلفي ان انت مش هتنزلي البحر والله بقعد اقول لها لا مشكله مع البحر فظيعه ليه مش هتنزل البحر امال هي هتعمل ايه لا اقول لها مثلا انزلي بحيره ما تنزليش انزلي معاهم كده بس ما تنزليش البحر واقعد احلفها واخدها على جنب والناس كلهم يشوفوني اخواتي يشوفوني يقول عليها ان انت مش طبيعيه اقول لها طب احلفي وتقعد تحلف بكل حاجه احنا عايزين نسمع القصه اللي عملتي واحده كنا مره في هو البحر اللي في الساحل بيكون عالي شويه في هاسياندا والحتت دي فاحنا كنا في هاسياندا ساعتها كنت مع قرايبي يعني قرايبتي وكده فماما قالت لي مش هتروح البحر لوحدكم فراحت قعدت جت معانا احنا نزلنا البحر وهي فضلت بره يعني هي الاول قالت لي عشان خاطري سيبيني انزل البحر فانا وعدتها انا قلت لها اقف هنا وهديكي بالظبط يعني خمس دقايق هبص عليك عشان ابقى واقفه قدام بقيت واقفه زي يعني كده وشايفه البحر ونزلوا كملي بقى نيلي فهو البحر بياخدنا شويه جوه كده فاحنا فالبحر كان زحمه شويه وانا وبنت خالتي دخلنا شويه جوه كنا بنتكلم ومش واخده بالي من حد كنا بنتكلم عادي فلقيت البحر كله باصص لي من انت نيلي يا بنت ارحمينا اطلعي وفي واحد بيقول لي هو انت نيلي فبقول له فتخضيت كده قال لي دي مامتك قلبت الدنيا عليكي بره فبص لقيت ماما بتعيط والناس كلها مرمومه حواليها وانا مكسوفه جدا انا وقريبتي وكل الناس بتبص لي ليه عملت كده يعني روحي لمامتك شوفيها وبتعيط بقى وكل الناس حواليها وطلعت قالت لي اوعي تنزلي تاني والله العظيم لا هقول لك لا هقول لك بصي يا عمرو والله انا لما شفت انا شايفاهم بس فجاه يا عمرو خلاص انا مش شايفاهم خالص عشان دخلنا جوه شويه فقلت لهم هم غرقوا قلت لهم انزلوا لقيت الناس كلها اتلمت عليا وقعدت اعيط انت كنت بتعمل كده معاكي هي مو في حالات هي تلاقيها اوقات تمام اوكي بيس واعملي اللي انت عايزاه فجاه تلاقيها قلبت لو يعني مثلا لو خارجه ماما برج ايه ماما برج عذراء اوكي بس هي يعني كويسه انت برج ايه بقى ميزان زي هو سامع عليكي انت مش جد شخصيتكم كويسه انا جدي الجدي اوكي انت هاديين بس تنطحوا ساعات لما بتطلع بتطلع فجاه ايوه احكي لنا ايه اكتر حاجه مثلا بتزعجك من مش هقول ماما بس يعني من اهلك عموما اسرتك ايه اكتر حاجه بتضايقك ودي تبقى رساله ليهم ان هم ما تعملوش كده
بالظبط. وانت كمان ما بتعمليش في النيلي كده؟ لا هم اوقات بهدي، هم اوقات فاكرين ان انا يعني اللي هو انت اوقات بس بصراحه مش كتير يعني اللي هو انت لسه صغير، لا مش لا بلاش يعني بيتدخلوا شويه في قراراتي اللي هو لا سيبوني براحتي يعني. أيوه. مثلا وحاجات كمان بقى هو اللي انا عايزاه بقى. قولي انت عايزاكي بقى، ما انت بس التلفزيون معاكي بقى. مثلا اوقات خارجه وتمام بيس والدنيا زي الفل وموافقه، قبل الخروج لا مش هتنسي ليه اي حاجه، اصل انت مش عارفه ما عملتيش ايه اي حاجه بقى وتقعد تتلكك يجيبوا لك شريط حياتك من الاول. ايوه انت من اسبوعين مش عارفه رحتي عملتي بيخلصوا ساعات الاهل طارق كده طارق قديم. مش قبل الخروج يعني انا ماما ساعات بتساعدني عادي عشان مع قرايبي وكده، لكن ساعات بقى بتكون مثلا متنفذه انت مش هتنزلي النهارده. بس هي كمان هي سابقاكي شويه في العمر، فهي بقت يعني خلاص لا من شويه كده خلاص داخله الجامعه. ايوه انسه خلاص فيعني بجد انتوا نورتونا انتوا الاثنين، وكانت فكره لذيذه جدا. اول مره نستضيف يعني مراهقين وبنات زي القمر وعندهم طموح وعندهم حاجات عايزين يعملوها، فاحنا فخورين بيكم جدا وبنقول لاهلكم ها يا مروه ايوه خدوا بالكم براحتكم، احنا في زمن مختلف، احنا الناس بقت الشباب بقوا مطلعين، وبجد بسبب الانفتاح ده هم بقوا شباب زي الفل كده. فبجد نورتونا ننو، انت نورتينا، هي الدلع بتاعها ننو. ننو نورتيني النهارده ومكسوره جدا مني، وانت يا شاهد كمان نورتينا، وان شاء الله ربنا يعني يخليكم كده وتحققوا كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله. طموحات جميله وهادفه وبيفكروا بطريقه يعني احسن مننا بكتير جدا الجيل الجديد. بنشكركم جدا ونورتونا. بنشكركم جدا، وطبعا احنا فقراتنا لسه مكمله فهو وهن، هنشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم ومكملين معاكم في هو وهن، وزي ما عودناكم دائما في هو وهن وعلى شاشه المحور بشكل عام، دائما هيك بنحاول انه نخلي فقراتنا تكون خفيفه ولطيفه وتستمتعوا فيها، واليوم فقرتنا رح تكون عن الراحه والاسترخاء والتامل، واذا ذكر التامل والاسترخاء تاتي اليوغا، يعني كثير من الاوقات هيك بنكون بالشغل او مشغولين او حتى مرات بنكون بالبيت بس تعبانين، وبنكون بحاجه انه احنا بس نص ساعه نسترخي فيها وبعديها هيك عشان نستعيد نشاطاتنا. طبعا اليوم بفقرتنا رح نفرجيكم كيف بتمارين بسيطه وسهله كثير بنقدر انه احنا نعيد توازننا ونرجع طاقتنا الايجابيه. مشان هيك كانت معنا اليوم خبيره اليوغا سندريلا عبد المطلب شخصيا. مساء الهلو يا سندريلا. هلو يا حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ كله حلو الحمد لله. الساعه لسه 12 بالضبط، لازم اجري لو سمحتي. بدنا نلحق يعني، معنا كم من ساعة نبرم أنا وياكي فيها، يعني كثير مبسوطين لوجودك معنا. أكيد حبيبتي. أنا كمان. وبدي أسألك بالبداية، هلأ اليوغا بلشنا نسمعها جديد مش إشي قديم، فخلينا نعرف المشاهدين شو هي اليوغا أصلا ومن إمتى ظهرت، ليش بس جديد طلعت على السطح زي ما بيقولوا؟ اليوغا الحقيقة لو هقولك موجودة من إمتى، لو رحنا على المتاحف والمعابد بتاعت قدماء المصريين هتلاقيها منحوتة على الجدران. أوه واو عن جد. الريسيرشز أو الأبحاث اللي موجودة دلوقتي بتقول إن اليوغا موجودة من 5000 سنة وممكن من 7000 سنة كمان. هو بس اللي حصل إن هي اقتصرت في فترة على الهند بس، ده علشان في كتب كتير قوي بتاعتنا ضاعت، في كتب كتير بتاعت حضارات تانية راحت، فما كانش معروف قوي هي جاية منين. بس الأبحاث الحديثة كلها أكدت إن اليوغا الحقيقة ما كانتش من بلد منشأ واحد، إنها موجودة من آلاف السنين. ودلوقتي مع الوعي الحمد لله اللي حصل ابتدت الناس تعرف أهمية اليوغا، ابتدت تنتشر في كل حتة في العالم. طب شو أهمية اليوغا؟ أهمية اليوغا أقول لحضرتك بقى، إحنا بقينا في الحقيقة عايشين في سبق بنجري، صح. ما عندناش وعي بأي حاجة بنعملها، حتى وإحنا بناكل إحنا ما بنستمتعش بالأكل. مزبوط. اليوغا بتخلينا نرجع تاني للوعي ده. هي كلمة يوجا أصلا معناها الاتحاد ما بين العقل والجسد والروح. حضرتك عارفة إحنا ممكن نبقى قاعدين بناكل حاجة يعني اللي هو my favorite أكل، أكتر أكل بحبه في الدنيا، وأنا باكل عمال أفكر في ولادي وفي الشغل وعندي بكرة وعندي مسؤولية، وبالتالي حتى طعم الأكل اللي أنا باكله ما عرفوش يعني أبقى بالضبط قعدت كلت وقمت من الأكل ما اتبسطتش ما استمتعتش، لأن عقلي في حتة، جسمي في حتة، روحي في حتة. أوكي. اليوجا بتشتغل على إنها تجيب الاتحاد ده، فأستمتع بالحاضر باللحظة اللي أنا فيها دلوقتي. فلو أنا بشتغل هدي أحسن حاجة عندي، لو أنا بلعب رياضة هدي أحسن حاجة عندي، طول الوقت أنا بدي أحسن حاجة عندي لأن أنا في الحاضر مش مشتتة بين
اللي حصل قبل كده ولا يحصل في المستقبل. بتركزي باللحظة، خلينا نقول بالزبط. بتكوني باللحظة نفسها بتركزي بالزبط. طيب بدي أسألك هلأ أنا سؤال، بالعادة بتعرفي منشوف اليوغا للأسف في بعض الأشخاص وبعض الأماكن عقدوها على الناس. أوكي. يعني أنا كرند عن جد عم بحكي لك بكل شفافيه، لما افكر بدي اعمل يوغا بحكي يا الله هلا بدي اروح اعمل الحركات يعني رحت على كذا سيشن يوغا اطلع على الناس هيك بطرف عيني انه كيف هدول بمكان غير المكان اللي انا موجوده فيه. يعني كثير صعب انك توصلي للمرحله اللي انت تلاقي هدول الشغلات مع بعض، جسد وعقل وروح. كيف الواحد بيقدر يعمل هذا الشيء يا سندريلا؟ اللي حصل مؤخرا كده في العالم ان اليوغا راحت خدت طريق تاني غير طريقها خالص. اوكي، ما هذا بقول الجانب الجسدي اصلا والتمارين الفظيعه بقى والسبلتس اللي بنشوفها والناس اللي حاطه ايديها على الارض ورجلها فوق، ده حقيقي جزء صغير جدا من اليوغا. هي اليوغا اصلا اخلاقيات مبنيه على 8 مبادئ. ايش هم؟ عايز اقول لحضرتك ان التمرين والحركات دي حركه اوت اوف 8. اليوغا بتتكلم على اني اكون صادق، اكون في الحاضر، ما اذيش حد، ما اكذبش، اعرف افرق بين انا عايز ايه ولا انا محتاج ايه. أوكي. هي دي اليوغا، ازاي استمتع بالحاضر. يعني مثلا زي هدول الصور، سوري بلا ما اقطع حديثك، هنا تمارين يوغا، هنا ايش بتعمل؟ هاي الام اسمها ايش اسمها؟ لا هو انا مش هنا مش عامله ام ولا حاجه، انا قاعده مربعه رجليا وقاعده مغمضه عينيا ومركزه على نفسي، ودي اول طريق عشان اعرف اعمل تامل. النفس. يعني النفس. أوكي. اول طريق للوصول للحظه الحاضره ان انا اعرف اعمل نفس، فده اللي كنت عاملاه في الاول. كيف الواحد او خلينا نحكي اشياء هدول في الحركه دي هاد ستاند، راسنا تحت ورجلينا فوق. فطبعا انا اصلا عشان اوصل للمرحله دي لازم الناس تتمرن الاول على النفس، تتمرن على انهم في الحاضر. لان تخيلي حضرتك لو حد عامل الحركه دي وابتدى يسرح في انه مثلا ما وداش ابنه الدرس امبارح، مين هيقدر يثبت؟ هيقع. صح بالظبط. فالحركه دي طبعا بنشتغل فيها على عضلات بطن وجسم قبل ما نوصل لها مع أوكي. تركيز. هنا نفس الشيء، انا هنا مركزه على النفس دي. أوكي. مجرد اننا قاعدين مربعين مفيش اي حاجه صعبه. اللي هي الشاكرات، الصوره اللي ورايا دي صوره الشاكرات بالظبط. بالظبط. يعني حلو انه مع المديتيشن ويوغا أكيد. في ناس بدنا نحكي عن الفرق بيناتهم اذا بنقدر. هاي ايش الصوره دي؟ ده وضع اسمه لوتس بوز. اوكي. بدماسنا لزهره اللوتس. بالظبط. وبنحتاج فيه عضلات بطن قويه علشان نعرف نرفع جسمنا من على الارض. الكور حسيتك بالزبط. زي سندي بعد مش سندريلا. ده تري بوز الحقيقه. يعني انا كنت واقفه وعملته لان انا حسيت ان كل الدنيا حواليا شجر، وهو بوز اسمه الشجره اصلا. بيعلموهم للاطفال صاروا بالحضانات بالانس بوز. بالظبط. ده كنت في الخارجه والداخله، كان عندنا رحله هناك، و بوز برضو هو بالانس او بيعتمد على التوازن. والمفتاح الاساسي لكل البوزز، حتى لو حضرتك شايفاني وانا بصلح روان، كل البوزز اللي موجوده دي او كل الحركات اساسها نفس. نفس نفس. وبالنفس بتحققي التوازن. بالنفس بتحققي كل الحاجات اللي بتتفرجي عليها في الصور وتقولي انا مش حاسه ان انا ممكن اعمل كده ابدا. واو صراحه. يعني بقول لك مرات لما نشوف مثلا زي صوره اللوتس، زي السبلتس اللي حكيتي عنها، نحكي انه عن جد صعب، لازم الواحده تكون لياقتها مش عارفه ايش، بس برضه بترجع بتشوفي ناس ممكن حجمها كبير وقادره حقيقي. توصل لهاي اللياقه. فبدي اياكي او شيء هيك شوي شوي علي عشان أظني لساعة 12 معك يا سندريلا. تحت أمرك. طيب هلأ خلينا نبلش بأحباب الله الأطفال الله. بعدين رح نرجع لفوق. أوكي. هلأ بصراحة وبناتي لما كانوا صغار يعني بالحضانة عندهم كانوا يعلموهم التري، هاي وقفة الشجرة وفي الأفعى، في أشياء من الحيوانات أو من الغابة بشكل عام عم بيستمدوا خلينا نحكي حركات اليوغا. كيف إحنا بنقدر نربط اليوغا بالطبيعة؟ يعني هل هي مرتبطه اصلا؟ وشو الفرق بين اليوغا والتامل او المديتيشن؟ اوكي، بالنسبه لليوغا والطبيعه، هو حضرتك لو شفتي الحركات بتاعه اليوغا هي كلها متسميه على كل الكائنات اللي موجوده، سواء شجره، سواء تعبان زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه، سحلفه، واتس اوفر، بقى هم مقتبسينها كده من اسماء الكائنات في العموم. اوكي. وده احتراما للكائنات اللي موجوده، لان أوكي. احنا في اليوغا بنعتقد تماما ان لازم يبقى في رحمه بين كل الكائنات، بين اي حد حي على وجه الارض بيتنفس لازم يبقى رحيم بكل حاجه تانية. اكتر حد اولى بالرحمه دي انه يديها لغيره هو الانسان. صح. فالاطفال بقى حبايبي دول، الاطفال يعني بكره، الاطفال يعني مستقبل على طول. بالظبط. لو احنا فكرنا في الاطفال هتلاقيهم النهارده قاعدين بيعملوا ايه؟ مدرسه، ايباد، تمرين، جيمز، وايبادز. بالظبط. موبايل، بلاي ستيشن،
الجيمز نوعياتها عاملة إيه؟ عنف وقتل. فأنا مستنية من الشباب بتوع بكرة بقى اللي هم النهاردة طول النهار بيلعبوا حاجات فيها قتل، إنه يبقوا مبتكرين إزاي، إنه يبقى فنان إزاي، ده هيطلع منه إزاي، وأنا بقتل ده جواه في كل يوم هو قاعد له 3-4 ساعات بيلعب جيمز كلها عنف. صح. لما بيجوا لليوجا الأطفال بتبدأ تكتشف نفسها، بيبدأوا يعرفوا أنا بحب أعمل إيه، أنا مين، أنا عايز أبقى إيه، بيبدأ يعرف إن أنا لازم أتقبل الآخرين بكل اختلافاتهم، مش مهم أنا لوني إيه، مش مهم حجم جسمي إيه، كل واحد هو في كامل حالاته، فأحسن حالاته هو على المات زي ما هو، مش محتاج حتى يتغير. هذا مش إشي أنتوا بتزرعوه براسهم، هم بيوصلوا هاي المرحلة من خلال التنفس والتمارين اللي معي. من خلال التنفس والتمارين. أوكي. فإن يبقى عندي طفل بيتهيأ لبكرة إن هو متصالح مع نفسه، عارف نفسه، متصالح مع العالم. الطريقه اللي بتتقدم لهم بيها بتبقى لطيفه جدا، انت بتعملي له حدوته، يلا بينا نروح الغابه. شفنا ايه في الغابه، شفنا نسر، شفنا نمر، شفنا نهر، شفنا شجره. صح. فهم بيستمتعوا جدا، في نفس الوقت ده بيفرق جدا في نفسيتهم، والايماجينيشن عندهم والتخيل عندهم بيكون أكيد. رائع جدا حقيقي. طيب نرجع للسؤال الثاني اللي سالتك يا سندرا، ايش الفرق بين التامل واليوغا؟ التامل جزء من اليوغا. أوكي. هو من اهداف اليوغا بعتذر، من اهداف اليوغا الاساسيه. أوكي. يعني لو اقول لحضرتك احنا ليه في اليوجا بنعمل التمارين الجسديه دي كلها، ده علشان انا عايز جسدي يبقى قوي. فلما اقعد زي ما كنت قاعده كده مربعه ما بعملش اي حاجه وعايز امديتيت او عايز اعمل تامل، ما بدأش اقول ايه انا رقبتي وجعاني فما اعرفش اركز في التامل بتاعي، او ابدا افصل في التامل بتاعي. أوكي. او جسمي ما يساعدنيش ان انا اقعد اطول وقت ممكن في التامل بتاعي. فاحنا بنشتغل على جسمنا عشان جسمنا يبقى قوي فيساعدني في التامل. أوكي. علشان مسارات الطاقه في جسمي تبقى لطيفه وكل حاجه ماشيه سموثلي كده بشكل لطيف قوي، فاقدر اعمل تامل وقت اكبر. أوكي. التامل هو اهم جزء في اليوجا. وليه بعمل تامل؟ انا بعمل تامل عشان اوصل لنفسي الحقيقيه، لأننا إحنا بنتولد ربنا خلقنا بفطرة فطرة سليمة. بعدين مع الظروف ومع أهلنا ومع صحابنا ومع الكوميونتي أو المجتمع في العموم، كل حد بيبدأ يحط بصمة وتبدأ تتكون شخصية تانية غير شخصيتي الحقيقية. صح. في الآخر أنا بتوه، ما ببقاش عارف أنا مين، فبنتولد ونموت من غير ما نعيش. مرات بنصير نكذب حالنا عشان نرضي اللي حوالينا. طبعا. فبس بهاي الحاله بتوصلي انت لحقيقتك. طبعا. من جوا. طبعا. اللي لازم تتقبليها بالنهايه. بالضبط. والبيلاتس هل له دخل باليوغا والمديتيشن؟ البيلاتس رياضه ثانيه مختلفه عن اليوغا، بس هو الحقيقه اللي عمل الرياضه دي اصلا زمان واحد الماني اسمه جوزيف بيلاتس. اوكي. هو لما عملها اخذ حاجات من اليوغا وكمل عليها، ابتدى يعمل زي تمارين معينه، بس هو اقتبس حاجات كثيره جدا من اليوغا. اوكي. فهي نقدر نقول ان البيلاتس مقتبس من اليوغا، بس دخله ناحيه علميه كبيره قوي. اوكي. واليوغا اكتشلي يوجا از ساينس، يعني يوجا هي علم. فهو الراجل ده عمل كده، اخذ الجزء ميكستشر. اه بالظبط. وعمله. بس البيلاتس ما فيهوش الحته الروحيه بتاعت اليوغا. أوكي. اليوغا فيها حته روحانيه جميله قوي. بيلاتس اكتر للجسد او العضلات. جسدي اكتر. طيب مثلا انا كمبتدئه وجد حابه انه انا افوت ب او اعرف حالي اكتر. أوكي. ليش احكي لك افوت بمجال يوجا؟ بدي اعرف حالي اكتر عن طريق اليوغا، كيف ممكن اعملها وهل رح ياخذ كثير من وقتي، وكيف ممكن اوصل للهاير ايش بيقولوا، يعني للنقطه الاعلى من انا استرخي عشان اقدر اكمل بيومي وحياتي المجنونه. اوكي. هو اليوغا بس نتفق الاول ان هي لكل الناس، ما فيش حاجه اسمها انت ما ينفعش تلعب يوجا. يعني لا هنلعبها على الكرسي، هنلعبها بالبروبس بتاعت اليوجا اللي هي الحاجات المساعده فيه كده، حاجات زي بلوكس وفي حاجات وحزامه وبتاع، باي طريقه ما اليوجا مناسبه لكل الناس. انا لو قعدت ربعت رجليا وركزت على نفسي انا ابتديت اعمل يوجا بالفعل. لو عندي فرصه اني اتمرن مع مدرب او مدربه جنب بيتي دي حاجه لطيفه جدا. لو ما عنديش ده وحابب ان انا اتفرج على حاجه على يوتيوب او اي حاجه في السوشيال ميديا، هو انا ده بس بالنسبه لي بيبقى التحفظ اللي عندي عليه شويه، ان مفيش حد شايفني انا بعمل صح ولا غلط. فلو انا مقرر اعمل ده علشان ظروفي مش سامحه خالص، يبقى انا هختار الحاجات البسيطه جدا اللي ما تعودش عليا بضرر بعد كده. ممكن ينأذى الواحد من اليوجا، ممكن ينأذى من اي حاجه يستعملها غلط. أولا. مش بس اليوجا، اي حاجه في حياتنا نعملها بطريقه مش سليمه ممكن نتأذى منها، زي يعني اليوجا زيها زي اي حاجه تانية ده ممكن يحصل فيها. أوكي. عشان كده انا بفضل ان احنا لو حد عايز يتمرن، الحمد لله مصر فيها يوجا كلاسز كتير جدا، اكيد هلاقي حتى لو ساعه واحده في الاسبوع اروح اتمرن مع حد. اول ما احط رجلي في الطريق هبدا احس بالتغيرات اللي بتحصل لي. اوكي. اول ما احس بالتغيرات دي انا مش هبقى عايزه اسيبها.
خلاص بتتعلقي فيها، بتصير جزء من حياتك زي المي زي الاكل بالزبط. زي الهي. طيب سندريلا بدي اسالك سؤال، بحب احكي اسمك هيك سندريلا، كل شوي جعبالي احكي سندريلا. طيب اذا مثلا انا هلا في كثير ناس بدعوا انهم خبرين يوغا او يعني مطلعين على اليوغا، بقول لك انا يوغا انستراكتور، انا كذا انا كذا، كيف بنفرق بين عن جد شخص دارس وعارف اليوغا شخص لا؟ بتعرفي في عن جد للاسف وبدناش نعمم اكيد، في صارت تجاره يعتبروها ناس اكثر ما هي الهيلينج تبع البني ادم، صارت تجاره بدهم بس بهمهم فلوس. كيف ممكن انا اعرف الشخص الصح اللي بده يعلمني؟ موافقه حضرتك جدا على كلامك. حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا ممكن اسال الشخص ده، هو حضرتك معك شهاده منين؟ فاعرف اذا كان فعلا الشخص ده دارس ولا هاوي. الحاجه الثانيه ان من مبادئ اليوغا ان وانا في الحركه نفسي يبقى منتظم، يعني ما يقطعش ما يتقلش، وان ابقى حاسس ان جسمي شغال بس انا نفسي منتظم. فلو انا بتمرن مع حد مش مراعي نفسي وانا بتمرن يبقى الشخص ده مش فاهم. اوكي، فانا دايما اقول المدرب او مدرس اليوغا اللي بيراعي نفس الشخص وهو بيتمرن هو ده المدرس الموثوق فيه، لأنه أساس اليوغا النفس، أساس اليوغا أساس الحياة نفس. إحنا ممكن نستغنى عن أي حاجة في يومنا، ممكن نصوم عن المية والأكل 16 ساعة 17 ساعة، ما نقدرش نسكر نفسنا 30 ثانية حقيقي. ممكن أعز الناس عندنا يسافروا ونكمل حياتنا عادي جدا، صح مزبوط. لكن ما نقدرش نستغنى عن النفس، فهي الحياة أساسها نفس. يعني صراحة اليوغا علم وعالم واسع صراحة، وفي كثير شغلات حابة أسألك عنها، وياريت تشرفينا كمان مرة في هو وهنا جد نفوت بتفاصيل اليوغا، ممكن نجيب مات تعلميني، خليني شوي أفصل من هالدنيا السريعة الوتيرة، خلينا نقول. يعني عن جد سندريلا كثير انبسطت بوجودك معنا وشرفتينا في هو هنا. يا جماعة النفس النفس النفس، سندريلا للأسف صار لازم تروح على بيتها. بس احنا اكيد مكملين في هو وهن بس بعد الفاصل. مشاهدينا ولسه مكملين فهو وهن، وفقرتنا دي هتكون فنية جدا. ضفت دلوقتي واحدة من أجمل وأشهر وأمهر الفنانين التشكيليين، والحقيقة اللي قدرت تشارك بعدد كبير في المعارض وتحقق جوائز بشكل كبير جدا على لوحتها الجميلة اللي هي رسمتها. يعني لوحة بنشوفها نحس إنها فعلا حقيقية، هنعرف منها كلام كتير جدا، وهي هتكون يعني هتقول لنا وصف كده تفصيل لكل لوحة. دايما لما بتشوف أي لوحة بيبقى الرسمة بتوحي لحاجة معينة، الألوان اللي بتستخدمها بيبقى ليها برضو فكرة معينة. عشان كده النهاردة منورنا في استوديو هو وهنا الفنانة جيهان فؤاد، فنانة تشكيلية. أهلا بيك يا جيهان. أهلا منورانا. الله يخليك. أنا شايفة جوائز كتير وحاجات كتير جدا. دايما لما حد بيرسم بيبقى الموضوع ده من الصغر شوية، يعني بيبدأ معاكي من وانت صغيرة بتحب الرسم بقى زي أي طفلة كده بتقعد ترسم، وبعدين الموضوع بيكبر عندها. ده حقيقي. احكي لي بقى قصتك كانت إيه مع الرسم؟ أنا قصتي يعني كبيرة قوي من وأنا يمكن عندي 5 سنين كده. جميل. ابتديت الأول إن أنا كنت بحب قوي الأفلام الكرتون الأنيميشن بقى، والألوان بهرتني جدا. بقيت أجيب بقى ألوان أقعد أرسم، أطلع شخصيات الكرتون اللي هي زي القط والفار، زي سندريلا، سنو وايت، الحاجات دي كلها. ابتدى عندي بقى في البيت بصراحة، يعني أنا والدي الله يرحمه شجعني في الموضوع أكتر، وبقى يجيب لي ألوان أكتر، يجيب لي كراريس الرسم بقى اللي هي كانت زمان اللي هي الكانسون، الحاجات دي كلها بقيت أبتدي بقى أن أنا أرسم أكتر وأكتر وأكتر. يعني هو ساعدك في الحس أن أنت بترسمي حلو فدعمك بشكل أكبر. ده أهم حاجة بالنسبة يعني من وجهة نظري، النشأة، البيت، النشأة طبعا، النشأة فعلا عليه عامل أساسي طبعا. يعني فابتدى بقى معايا على طول، ورايا على طول يدعمني، وأنا أرسم بقى، وحتى في المدرسة كنت بدخل مسابقات كتير. وليه طيب دراستك يعني كانت إيه؟ دراستي كانت فنون جميلة. درست بقى التصوير، قسم التصوير اكتر، لان انا بحب البورتريه جدا. يعني انا وانا عندي 15 سنه كنت الاولى على الجمهوريه في البورتريه، رسمت كام لوحه بورتريه. في 15 سنه انت كنت بتاخدي كورسات ولا يعني لوحدي؟ يعني انا كنت بعمل حاجات. احنا شايفين دلوقتي صوره فعلا مبهره، ابداع. في دي بصي صوره من الجنب
دي من الجنب، دي صورة أنا حسيتها لتفاصيل كتير قوي، يعني صورة حد في المية هي حزينة، هي جميلة جدا وحزينة وفي جدا. المية ولا أنا متهيألي المية دي يعني دموع، هي دموعها يعني أنا أنا شايفاها وأنا قاعدة برسمها من الدموع دي، أنا عملت بعد كده مبهرة. حوالين وشها اللي هي بتعيط، وهي دي من وانت صغيرة ظهرت في الآخر بقى الإيه؟ ظهرت في الآخر بقى بالدموع، هي دي بقى وشها كله. صورة جميلة جدا وفعلا معبرة زي ما انت بتقولي جدا. طيب انت بتقولي من وانت صغيرة ابتديتي ترسمي البورتريهات دي عشان خاطر، ودي برضو صورة من الصور الجميلة جدا. وبرضو انت حتى انا يعني واخدة بالي ان الصور كلها حزينة شوية. ده حقيقي فعلا يعني انا دايما بحب الحاجة اللي بتحسيها اكتر، بحسها اكتر. ودي برضو دي حلوة قوي يعني، دي بقى انا بحبها لسبب، ده كلارك جيبل وفيفيان لي، ده فيلم ذهب مع ريح اكيد طبعا كلنا عارفينه، الفيلم القديم ده بحبه جدا، انا بحب الكلاسيكيات عموما يعني، فحبيت ان انا اعمل شخصيتهم مع بعض. اعتقد دي صوره للفنان، دي ملحمه بقى للفنان عمر الشريف. دي اسمها لورنس العرب، يعني انا كنت بسميها، كانت في معرض وخدت مركز اول. حبيت كل تفصيله فيها وعملتها كمان. انت رسمه الفنان عمر الشريف كل صوره شخصيه هو عملها، شخصيه هو عملها مزبوط. فعلا وعملتهم مع بعض كملحمه كده مع بعض يعني، ده يعني وش اغريقي. انا بحب دايما الحاجات اللي هي القديمه يعني. بتركزي اكتر على الاحساس، انت صورك كلها فيها يعني ايه لمسات كده فنيه بس فيها تعبير عن الحزن اكتر. انا بحسها قوي يعني، بحب الهدوء دايما فيها. دي وانا برسم هنا اللي هي اللوحه اللي هي بتاعه البنت اللي هي الاولانيه اللي اتعرضت خالص اتعرضت البورتريه اللي اتعرضت. جميل جدا. طيب احنا قلنا اللي كان داعم ليكي من وانت صغيره طبعا والدك الله يرحمه. الموضوع بقى بعد ما كبرتي شويه، قلت لي وانا عندي 15 سنه بقيت احب البورتريهات قوي، بعد كده الموضوع تطور ازاي لحد ما وصلتي للكليه؟ بالظبط، دخلت مسابقات بقى كتير الحمد لله وكنت بفوز فيها برضو. لحد بعد ما خلصت كمان ودخلت بقى معارض، يعني انا عملت برضو معارض كتير، عملت في الزمالك، عملت في الاوبرا، سقيت الصاوي اعتقد كان بيعملوا الحاجات دي كتير. عملت فيها برضو كتير برضو الحمد لله معارض برضو يعني شاركت فيها. كان في مشاركه يعني فنانين كتير بقى من ضمن فنانين كتير، يعني انا كنت من ضمن فنانين كتير يعني. كنت باخد برضو مراكز اولى الحمد لله يعني. طيب احكي لي بقى عن، انا طبعا زي دلوقتي زي ما احنا زي ما انتم شايفين دي الجوائز اللي احنا شايفينها، اول جائزه دايما بتاخديها بتبقى اول جائزه بتعلم معاكي، بيبقى ليها فرحه خاصه كده، بتبقى انت دايما فخوره جدا بيها وبتقعد تفكرك بتفاصيل وذكريات حلوه كتير جدا. اول جائزه بالنسبه لك كانت ايه وكانت امتى؟ اول جائزه دي كانت من 10 سنين كده تقريبا. 10 سنين كان في معرض، المعرض ده على فكرة اللي افتتحه الفنان نور الشريف الله يرحمه. يعني هو كان الداعم للمعرض ده. ده أنا حبيت جدا أشارك فيه، هو فخر طبعا ليا يعني أن أنا كنت أشارك فيه بجد، وكان من ضمن ناس كتير جدا فنانين في الوطن العربي، فنانين عالميين فعلا، فنانين زاروا المعرض. حقيقي ده حقيقي. وشاركت فيه الحمد لله برضو بلوحة كانت لست عجوزة أنا بحبها جدا، هي كانت شبه جدتي يعني، بعد ما خلصتها اكتشفتي طبعا أكيد الملامح دي كانت بتبقى جواكي وبتعبر تعبير طبعا، تعبير كبير عن اللي جواكي. ده حقيقي، أنا كنت بحس إن هي يعني بتكلمني، دي أنا كنت متفائلة بيها. أول حاجة عملتها في معرض كبير والحمد لله برضو فازت. دي كانت أول جايزة بقى تاخديها؟ كانت الميدالية وشهادة تقدير برضو كده أخدتها الحمد لله. جهاني احكي لنا اول معرض لما انت دخلتيه، كنت دايما بتعرضي دايما، متعرف اللي بيدخل معرض بيعرض كذا لوحه، انت عرضتي لوحه واحده؟ انا عرضت لوحتين اول مره، بعد كده عرضت خمس لوحات في معرض تاني برضو. ده كان في الاوبرا. وابتدت بقى بعد كده يعني معارض بقى بعد كده كتير يعني دخلتها الحمد لله برضو بلوحات الحمد لله، ممكن اللي بتحتاج لوحه بتحتاج كذا لوحه. لحد دلوقتي انا يعني ان شاء الله يعني بفكر نعمل معرض خاص بقى باذن الله كده وبجمع. جميل جدا. من المتعارف ان كل فنان بيبقى ليه مدرسه وليه ثقافه معينه في الاتجاه اللي هو بيتجه فيه او اللي بيحبه. قولي لي اتجاهك ايه او مثلا ثقافتك ايه في اللي انت بتدرسيه او اللي انت بتحبيه؟ انا مدرستي الواقعيه،
يعني لما حد يشوف لوحاتي حتى تحسي ان هو فاهمها او دي حقيقة. انا لما شفت اللوح بتاعتك لا ليه فيها تعبير كبير، ده حقيقي. ما بحبش الحاجه اللي مش مفهومه يعني. انا زي مثلا انا مثلي الاعلى ليوناردو دافنشي، طبعا ده مصنف عالميا فنان، يعني احسن فنان في العالم من ايام عصر النهضه بقى الحديث. طبعا كلنا عارفينه يعني، عارفين لوحه الموناليزا والعشاء الاخير في سانتا ماريا، دي معروضه حاجه كده واو، حاجه فظيعه فظيعه يعني في ميلانو. فده اكتر فنان انا بعشقه، بحب رسوماته. ده يمكن انا ده اللي خلاني احب برضو البورتريه والرسم التصوير عموما، لان هو كان رهيب فيه. طيب دايما الفنان لما بيحب يرسم الموضوع بيتطور معاه وتلاقيه اتشعب كده الحتت كتير. انت تخصصتي في البورتريهات بس ولا بتحبي حاجه تانية؟ انا بعمل حاجات هاند ميد برضو يعني. زي ايه بقى؟ عايزين نعرف اعمالك كلها ايه. بحب دايما اعاده تدوير الحاجه لو حاجه عندي قديمه مثلا. زي ايه يعني؟ انا كان عندي ساعه قديمه غيرتها خالص، ساعه حيطه زي اللي موجوده عندنا في البيت او متعلقه في حيطه، ليها شكل بيضاوي كده بفرفورجيه كده فيها، غيرتها خالص بالتبتين بقى، عملتها معتقه كده وشلت الساعه اصلا منها ورحت حاطه فيها بورتريه انا رسماه برضو يدوي. بعمل حاجه زي كاندل ماج مثلا يعني، حاجه المج ممكن اعمله حولته لشمع مثلا، اعمله شمع. شغلانتك دي ابتكار فعلا. فبدخل فيها بقى التصوير كمان يعني، الرسم اللي انا برسمه على الحاجات دي بيبقى فيها برضو جزء من طبعا التصوير يعني، حاجه صغيره شكل وش صغير كده يعني. جميل. دايما الفنان بمزاجه شويه، خصوصا الناس اللي بيرسموا يعني، ممكن لوحه تاخد معاك شهر، ممكن لوحه تاخد معاك 10 ايام بالظبط. وليه لما انت بتبقى مستمره كده على الرسم اللوحه بتاخد منك قد ايه تقريبا؟ انا اللوحه يعني لوحه البنت الحزينه دي خطيره، اول لوحه دي اخذت مني من 6 المغرب لتاني يوم 6 الصبح الفجر، بس قعدت عليها بقى يعني ما قمتش خالص، اللي هو اكن حد سهران على مسلسل، انت سهران على اللوحه. بالظبط. سرحت فيها، كل ما بتظهر فيها حاجه حلوه انا برضو شغاله فيها لحد ما خلصتها. في لوحه ممكن تاخد الوقت ده 12 16 ساعه مثلا، في لوحه ممكن ابتدي فيها يوم اخلصها مثلا بعد 6 ايام، في لوحه خدت معايا سنه يعني، ممكن اقعد مثلا سنه لايه بس انا بقى ازهق منها اسيبها وارجع لها تاني اخلصها. بالظبط كده، ده اللي كنت لسه اقوله لك. يعني حبك للصوره نفسها اللي انت بتفكري ترسميها اكيد انت ما كنتيش حاساه. بالظبط صح كده ولا ده بالزبط. تخيل غلط؟ لا لا هو صح يعني. انا لازم احس بالحاجه قبل ما اعملها. انا بيجي وقت ممكن ابقى قاعده عادي جدا وممكن مجرد فكره تيجي في دماغي او موقف حصل او انا حسيت بحاجه، تلاقيني قمت على طول مسكت الورقه والقلم واعملها كروكي الاول وابتدي فيها فعلا ان انا اجهزها واعمل كل حاجه فيها يعني. برضو بالنسبة للحاجات اللي أنا بحبها اختلاف الخامات بقى بالنسبة لي، أنا ما بحبش الحاجة التقليدية يعني، أنا شغلي كله أكريليك، بحب الأكريليك جدا. على الأكريليك. لا هو الألوان أكريليك. الألوان. بحب أرسم على الخشب على طول يعني. بس في ناس بيرسموا على أكريليك صح كده؟ لا الماتيريال اللي هو بيبقى عامل زي الإزاز شوية، بيبقى أبيض ومدي عاملة زي الجلاس شوية بالظبط. انا بحب ارسم بقى بحاجات مختلفه يعني، اللوحه اللي هي بتاعت فيفيان لي وكلارك جيبل اللي هي اللي كانت ابيض واسود. ابيض واسود. دي هي مش ابيض واسود، هي بني، انا عاملاها بالقهوه بس يعني هي ما فيهاش الوان. ما فيهاش الوان، هي كلها درجات القهوه يعني، انا عامله القهوه بدرجات وفيها نقط كده بسيطه جدا، دي بالقهوه نفسها انا بدي التفل بتاع القهوه وهي مبلوله بعمله بنطره عليها، وبعد ما بتنشف بشيله طبعا من عليه. ايحاء جميل بقى جدا. جدا. يعني انا جربت شغل القهوه ده تحفه. بعمل بالميك اب برده يعني، انا برده بستخدم ميك اب لما بيكون اكسبيرد خلاص بقى عندي، بس مش برميه يعني، بروح برده عامله برده شغل برده بيه حلو قوي. بيطلع جميل كانه برده واقعي يعني، حلو جدا. دايما الفنانين بيبقوا موديين شويه يعني، ممكن مودك حلو ان انت تخشي تعملي لوحه حلوه، وكمان لما بيبقى عندك طاقه سلبيه او مثلا حزينه او متضايقه من اي موقف، الطاقه دي كلها ممكن تفرغيها في الرسمه. ده حقيقي. انت من الشخصيات دي؟ انا كده فعلا، بس مش دايما برسم وانا عندي يعني وانا متضايقه يعني، ما بيكونش المود بتاعي اللي هو يخليني اعمل. ده انا بحس بقى ان الفنانين بيخرجوا طاقتهم يعني كلها في الرسم يعني. اول صوره شفتها ليكي يعني بتعبر عن حزني، انا حسيت ان انت كنت حزينه وانت بترسمي. هو ممكن كان
وقت كده يعني معين فعلا. بس لازم برضو احس ان انا شويه عندي تفاؤل كده وانا برسم يعني. مش لازم ابقى حزينه قوي، دي مش هطلع حاجه، مش هتطلعي حاجه حلوه. لا مش هطلع. طيب انت اتكرمتي من اتحاد رواد العرب لدعم الفنانين التشكيليين، كلميني عن بقى اللحظه دي، لانها طبعا اكيد كانت لحظه مميزه بالنسبه لي. حقيقي كان قريب جدا. انا كنت مبسوطه لسبب ان بقى فيه اهتمام شويه بالفن التشكيلي، يعني حسيت ان هم بيدعموا الفن التشكيلي وده نادر جدا تلاقيه دلوقتي يعني في مصر، غير الدول بره الفن ده حاجه، الفن التشكيلي بالذات ده حاجه مقدسه فظيعه فعلا. طبعا. لا احنا شويه هنا يعني ما بحسش ان فيه اهتمام قوي. يعني بتمنى من الدوله ان هي تهتم قوي بالفن التشكيلي اكتر من كده يعني، والفنانين، لان احنا في فنانين عبقره فعلا وكبار وصغيرين كتير فعلا، وايديهم تتلف في حرير يعني. فعلا انا مش بجامل، هي فعلا الصوره اللي انا شفتها في الاول دي صوره فيها ابداع فعلا، دي حقيقه. ربنا يخليكي والله انا مش بجامل. انت نورتينا النهارده يا جيهان، وانبسطنا جدا 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 بكل الصور اللي انت عرضتيها وكمان بالجواز، واحنا بنبارك لك وان شاء الله نتمنى لك المزيد من النجاح. مشاهدينا احنا بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا جيهان فؤاد، بنشكرك جدا يا جيهان. ميرسي يا انا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، استنونا رايحين لفاصل صغير ونرجع تاني، تابعونا. ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم، وضيفتي النهارده انا بجد مبسوط جدا ان هي معايا، لانها من اشطر وانجح الاعلاميات، مذيعه راديو، مذيعه تلفزيون، دوبلاج تلاقي، ترجمه تلاقي، اي حاجه تلاقي، في الزحمه كمان تلاقي البرنامج بتاعها اسمه في الزحمه، اكيد كلنا سمعناه على نجوم اف ام، واحنا متضايقين ومسحومين في الطريق بنلاقيها بتسلينا، بنلاقيها حاجه خطيره بترتب على قلبنا، هي الجميله يارا الجندي. منوراني يا مساء الفل. ازيك يا عمور؟ اخيرا ازيك يا رند؟ انا كثير منيحه وكثير مبسوطه اصلا انه انت اليوم معنا ياري، يعني انا واحده من الناس عامله لك فولو من زمان وبسمع كثير برنامجك وبشوف اشياء هيك مقتطفات على السوشيال ميديا، وكوني كمان انا مذيعه راديو فالحماسه مليون على الاخر. ودي اياكي تحكي لي كثير عن اسرار المقابله مع عمر حلمي. انا عندي ليكي كلام قد كده، نخلص النهارده وهاخدك ونقعد قاعده احكي لك. والله يا رند اولا انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك النهارده، انت ازاي القمر؟ I love your style. I love her style. انا احنا اللي عجبنا النيو لوك بتاعك خطير. حلياني والشعرات حلوين، الاشقر عليكي شويه كده، لازم الواحد يغير. ومتحمسه جدا لحلقه النهارده، ومبسوطه اصلا ان انا معاكم، وخصوصا عشان عمرو برده ده البني ادم ده عشره عمر حقيقي، صديق عزيز جدا جدا على قلبي. وانا كمان وطلعنا قبل كده مع بعض، هو طلع معايا مرتين كذا مره في الراديو، وبنشوف بعض بقى سوشيالي بره، بس النهارده بقى انا في الاستوديو معاك وهاكل واحنا واكلات حلوين كمان. اكيد اكيد بالظبط. يارا حقيقي اصلا استضافتني قبل كده في الراديو مرتين مع الجميل جدا مروان قدري، بنوجه له تحيه طبعا من شاشه المحور، وكان من احلى اللقاءات اللي انا طلعت فيها في حياتي، لانه انا كنت ساعتها ناقد طعام. أيوة. كنت بشرح لك يعني ايه ناقد طعام والحاجات دي كلها، بعدين شاف ولفه العالم والكلام ده كله. بجد كنت مذيعه تجنني قبل ما نبقى اصحاب، حتى اول مره طلعت معاكي كان لذيذ جدا اللقاء، حسيت ساعتها ايه ده، هم كلهم بيبقوا على قلبي، بس لا دي قمر قوي. يعني الناس حبت صوتك بالبداية، وبعدين هلأ صوت وصورة فركبت كل التركيبة عند الناس. يعني ربنا يخليكي. وانا أقول لكم التركيبة اللي أنا عملتها. أنا من بدري أصلا وأنا قاعدة ولسه بقول لك، يعني أنا لسه ما أكلتش النهاردة، فأنا هفطر اللي أنت هتعمله. هتفطر الساعة 4 أكيلة كده كده، فمش متضايقة خالص. حبيبتي النهاردة بقى قلت إيه، أعمل حاجة لذيذة من المطبخ الإيطالي عشان يارا الجندي معانا طبعا، فهعمل ريزوتو بالجمبري والزعفران. الله. أكلة سهلة ولذيذة، بس هي فيها تريك عشان تطلع مظبوطة. وتعالي أقول لهم مكونات وبعد كده نبدأ على طول أسئلة معاكي، عشان النهاردة هنهريكي أسئلة. يلا. الناس بقى اللي بتسمع يارا عايزين يعرفوا بقى الجوانب الأخرى من يارا، أكيد بيعرفوها من البرنامج بتاعك لأن بيبان شخصيتك، بس هندخل كده هنديك ديب. يلا بينا، جاهزة في يارا. يلا أقول لكم المكونات بتاعت الريزوتو بالزعفران والجمبري، هي رز أربوريو أو الرز بتاع الريزوتو الإيطالي، وجمبري متنضف متقشر، توم مفروم وتوم عادي وكرفس، بصل، جزر، زبده، زيت زيتون، شويه زعفران وده اختياري ممكن نشيله، خل عنب ابيض اختياري برده ممكن نشيله، ملح وفلفل، بقدونس مفروم، ومرقه سخنه وميه سخنه على النار جنبنا طول الوقت. الله. ابا انت جاهزه؟ انا اللي جاهزه. انت ما بتتخنيش ازاي وانت قاعده كده؟ والله العظيم لسه كنت بقولهم اليوم الصبح 10 كيلو ب6 اشهر.
انا مش عارفه انت بتعمليها ازاي. مش معقول اسمعي وقتي اكل بين كلياته باست او كلياته كذا واكلاته زكيين جدا. انت فهذا المهم يارا حضرت معايا كورس كمان كورس طبخ. انا بحب اطبخ جدا والله. والنهارده كنا نفكر عمرو اللي هيطبخ النهارده ولا هطبخ انا، بس قلت بلاش ايه ابهدل الدنيا هنا. ايش بتطبخ؟ ايش كل حاجه كل حاجه. وايش الكورس اللي اخذتوه مع بعض؟ الكورس بتاعي انا كورس طبخ كانت لي ضيفه شرف لي، كانت نجمه كل مره بجيب نجم فهي كانت نجمه الكورس ده. ما احلى حلوه قوي قوي. طب خلاص لازم نستضيفك هيك الشيف يا رجل. انت لازم تدخلنا ارجوكي في مره. لو بصي لو هو عايز ياخد اجازه في اي وقت كلميني. أيوة. بس انا هاجي اسد هاجي مكان عمرو لغايه ما يرجع من اجازته. تحفه. انا هقول لكم هنعمل ايه بسرعه. انا اهو انا هنزل في زيت زيتون شويه بصل وكرفس وجزر وثوم وملح وفلفل، واخيرا هنزل الجمبري عشان بس انا بعمل ايه، بعمل شويه كده حبشتكنات للجمبري عشان ياخد من الطعم كل ده. يعني انا بتبل الزيت اللي هيتحط فيه الجمبري بكل ده عشان بس الجمبري يلقط من طعم الحاجات دي. فده تاسيس. فهنعيش بقى وانتم شايفين الكلام ده. انا شرحت هعمل ايه. عطر عطر. طيب نبلش معاكي. انت دارسه تجاره صح؟ كيف بلشتي برحلتك بالراديو؟ يعني ايمتى قررتي انه لا انا بحب الراديو وبدي اكون مذيعه راديو بلا تجاره بلا هم؟ بصي الموضوع كله جه كده صدفة. أوكي. أنا واحدة من الناس اللي هي كانت دحاحة جداً بالمذاكرة قوي، أو يعني كنت عارفة اللي هو يعني ما بين الأولى أو التالتة على المدرسة أو الجامعة كده. يعني ما تفهميش ده إزاي. ده مش أنا خالص. فكنت بحب أدرس جداً. ففعلاً كنت دارسة بيزنس على أساس أن أنا إيه هخلص وهشتغل بقى في دعاية وإعلان، هشتغل في بنك، هشتغل في حاجة كده. خلصت بيزنس ماركتينج تسويق، رحت عاملة ماسترز على طول. وانا بجد على طول كده خط لزق جاهزه بقى فاهم مذاكره. تعالي لي يا مذاكره. فعملت ماي ماسترز، وفي يوم كنت في العربيه وسمعت برومو كده اعلان على الراديو الانجليش نايل اف ام. اوكي. فهم كانوا عاملين لاول مره زي مسابقه بتاع راديو رياليتي راديو كومبيتيشن. اوكي. فكانوا عايزين يجيبوا مذيعين. فروحت قايله ايه ده، طب ما مقدم حلوه دي لطيفه، طب ما اقدم. وفعلا عملت كده وقدمت شويه، لقيتهم كلموني. رحت وكانت بقى مجموعه اختبارات قد كده على الهواء على مدار تقريبا كانوا 3 شهور حاجه كده على الهواء. على الهواء. ما هو احنا بقى انا وكذا متسابق ومتسابقه. أوكي. وعلى الهواء بقى بيحطوا لنا زي تشالنجز كده بقى كلها ايه يعني بنعدي فيها كده واختبارات. بتكسر الخوف اصلا كلياته وبصير عندك اكسبيرينس بالثلاث شهور اكيد دي. أوكي. طبعا بتساعد. وانا ما كنتش عارفه ان انا عندي دي، ما كنتش عارفه ان انا انت عندك التالنت ولا عندي اي فكره. بس انت اكيد عارفه من زمان ان انت صوتك حلو يا يارا. ولا الهوا خالص ولا الهوا. انا كانت دحيحه وبتدرس اصل يعني انتوا في العيله صوتكم حلو. انا روح صوتك حلو على الراديو ويسرى بتغني اختك يسرى. فانتوا اكيد عارفين الموهبه دي عندكم. هي بتغني. انا لو غنيت دلوقتي هنقفل المطبخ ونروح كلنا مع بعض. ما تهزريش. معقوله في اخت بتغني حلو؟ صفر ما جتش. لا يسرى. يسرى من كيوت. بنوجه لها تحيه يسرى الجندي الجميله المغنيه المختلفه جدا الموهوبه جدا. ليها ستايل مختلف. طيب كملي لنا. بس ورحت وفزتي. انت اخذتي فزتي بال ده اللي حصل في الاخر. وابتديت بقى بعديها اشتغلت بعمل على طول مع كوهوست كان اسمه صوفي. هو كان قديم بقى فيديو كنت بحبه جدا. كنت طالعه معاه بقى بعديها في برنامجه في الدرايف شو اللي هو من الساعه 4 ل 7. وبعديها بشويه بقى بكام شهر قبل بدايه السنه جم قالوا لي ايه رايك تيجي تعملي البرنامج الصباحي في نجوم اف ام. فانا يا جماعه استنى بس انا بقدم بالانجليزي وهيتريقوا عليا الناس وبتاع وكده. انا كنت عايشه بره مصر اصلي وجيت على الجامعه هنا في مصر. فقلت لي لا طب ما اجرب. وفعلا وكان مروان ادري هو اللي بيعمل الشو ساعتها. دوتو حلو. احنا اصحاب. احنا كنا اصحاب عشان كنا في الاخر شغالين في شركه واحده ونعرف بعض وكل ده. ف يعني قبل الراديو كنت شغالين مع بعض برضو؟ لا ما هو انا كنت في نايل فاهم قبليها. فكنت سنه او اقل من سنه قبليها. فاحنا اصحاب. انت احنا كلنا مع بعض وبنشوف بعض على طول. بس على الهوا الموضوع بيختلف. يعني انا وانت ممكن نبقى لطاف جدا مع بعض في الحياه بس ممكن نطلع على الهوا او في البرنامج ما تظبطش معايا. زي انا ورا عندك ما فيش كيمستري في الحقيقه بس على الهوا كويسين.
لا هو العكس تماما، انا وهي في الحقيقه اصحاب وحب وغرام، وفي في البرنامج بنقتل في بعض. هي المطبخ الملعون هذا. طيب بس وانا ومروان فعلا وهاد يعني الكيمستري كانت هايله جدا ما بيننا، والبرنامج لما ابتدينا نعمله بقى كان مهم جدا، قعدنا 8 سنين بنطلع هوا مع بعض. ما فيش حد ما سمعش مع يارا الجندي ومروان ادري، ما حدش ما سمعش دي في ودنه. اتحفظت أيوة طبعاً. يعني انا بقول لك انا واحده من الناس اللي مثلا كنت اشوف اسمع مرات الابس او اونلاين وهيك كيوت بوزيتيف انرجي، وبرضه في هيك الحلو انه لازم يكون مذيع مثقف، وانت عن جد عندك هذا الشيء، وهذا جدا الكريدت فوق الناس تحس كمان بعفويتك وانه انت جد طبيعيه زي ما بتكوني على الراديو زي ما انت هلا. انا ما في شيء، هذا اهم شيء، اقرب شيء لقلب المستمع هو العفويه، ودي اول حاجه دايما عايز اقول حاجه على لا خلي بالكم يا جماعه، بس انتوا لازم تلحقوني عشان انا مذيعه في الاخر ورغايه. انا كمان ممكن عادي جدا اكلم الحلقه كلها وتخدم وتطلع. اللي هو لما تحبوا يا جماعه تطلعوا فاصل بس حد يشاورني وانا لا بس انا اول حاجه دايما اقولها، واكيد يا راند انت برده ممكن هتتفقي معايا في دي، لما اي حد بيكون دايما الناس بتسالني انا نفسي اكون مذيعه راديو، نفسي اكون مذيعه راديو، اول نصيحه دايما اقولها لهم يا جماعه ما تصطنعوش شخصيه. صح. لما هتطلعوا على الهواء او بتسجلوا او ايا كان، انتوا نفس الشخص، الكاركتر بتاعتكم لازم توصل للناس. صح. لان هي دي اللي بتنجحها 100%. انا كنت عايز اسالك حاجه عن الموضوع ده يا يارا، انت تعتبري من حقيقي الرموز بتاعه الراديو، ف وحاسه ان انت عندك كده جواكي انتماء للراديو جدا. انت قدمت تلفزيون، بس انت عايزه تكملي راديو ولا عايزه تعملي كمان تلفزيون تاني؟ وايه الفرق بين الراديو والتلفزيون بما انك جربتي الاثنين؟ انا صراحه هموت وابقى مذيع راديو، نفسي جدا ابقى مذيع راديو، بس عايز اعرف منك الفرق بين الراديو والتلفزيون ايه؟ يعني انت مثلا بتروحي الراديو بالبيجامه وكده قبل ما يبقى تلفزيون وراديو؟ كنت ما انا عايز كنت دي بقى، كان ايه اللي اختلف لما بقى تلفزيون وراديو مع بعض؟ وايه الفرق بين التلفزيون وراديو وانهي اقرب لقلبك؟ لا بص، الراديو ليه مكانه خاصه جدا، لان هي دي اصلا بدايتي، هي دي اتس ماي باشن، يعني دي باشن انا ما كنتش عارفه ان هو عندي من الاول. فعلا يعني اخيرا يا عبد الصمد ترجمت حاجه، بتتكلم لي انجليزي؟ انا درست ترجمه وعمرها ما ترجمت، انا اللي بترجم في البرنامج ده. مش معقول اخد وقتي انا صراحه مريحه دماغي بالترجمه النهارده، قلت بقى مش انا اللي هشيل الترجمه، انتوا الاثنين بقى اعملوا الموضوع ده. هي ده اول مره في حياتها تترجم، صحيتي المترجمه اللي جواها. كنت بتتكلمي على الراديو؟ الراديو قريب جدا من قلبي، بحبه قوي 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 قوي. انا يا جماعه بطلع هوا او بطلع، يعني انا في الراديو من 2007، ف يعني انا مش اشطر واحده في الحساب، بس انا داخله في 16 سنه حاجه كده، فقريب جدا على قلبي. بس التلفزيون بحبه قوي. انت لما بتتعود على الاثنين خلاص الاثنين بيبقوا حب حياتك، بس عارف ساعات في حاجه كده اللي هي اقرب لقلبك علشان هي عزيزه عليك جدا. طبعا بتعرف اللي هي، لانه كمان ممكن، وبعرفش اذا انت بتوافقيني بهذا الشيء يارا، انت بتوصلي للناس اللي بيستمعوكي بالسياره احاسيس مشاعر. صح. بتوصلهم معلومات بيقدروا من خلال الصوت يفهموك ويحسوا فيك. التي في فيه بادي لانجويج، يعني بتقدر تعبر بايدك، في ثبت وفي الوان وفي هذا بيساعد. فهي زي ما بتحكي لما تكوني بالبيجامه تكوني الناس من صوتك اذا زعلانه بيعرفوا انك انت زعلانه، بصيروا هم يعطوها بوزيتيف انرجي عشان تطلع. بس كمان انت تقدري تخفي حزنك بصوتك لانك بتركزي على حاسه واحده. تعودنا. طب شوية بتبقى سايكو بقى، في اللي هو ايه، بتمر يبقى اوحش ايام حياتك، بس طالعة على الهواء بتضحكي وبتهزري، بريك عياط بعدين ترجع بتكملي المايك من هنا وتفتحي المايك. بس بتقدري تعملي الميوت. احنا هنا بقى للاسف احنا وشنا وشكلنا، وانت كمان عديتي بده، كان التلفزيون صعب بقى ولا كان؟ لا بص، هو مش صعب، بس هو يعني ممكن مش، يعني هو اكيد مش سهل، بس هو علشان لما بتتعود خلاص فاهم، يعني مش بيبقى بالصعوبة اللي تخيلها، وبتتعود واحده في واحده في واحده. يعني انت اول حلقه اكيد مش زي الحلقه العشرة، مش زي الحلقه الخمسين، وهكذا يعني. فالواحد اتعود، هي زي ما الناس بتقوم الصبح مثلا تروح تقعد على المكتب في الشغل، انت برضو هي احنا لما بنخش استوديو هي نفس الفكره، بتتعود. عن جد احلى شيء. طب شو عملت؟ انا بعمل ايه؟ انا عمال بعمل حاجات كتير. انا عملت ايه؟ انا عطرت زي ما قلنا الجمبري بالسوفريتو اللي هو الكرفس والبصل والجزر، وكمان زيت
زيتون ونقطه زبده وملح وفلفل، فتبلت الجمبري وخليته بالسوى واللون اللذيذ ده، نزلت هنا شويه زبده وكمان بشوح فيه حبه صغيرين جدا الريزوتو او رز الريزوتو، بس مش هشوحه كتير ولا خليه ياخد لون. اوكي، اوعى الريزوتو يتحرق منكم او ياخد لون يتلسع. ماشي، وهنزل عليه في صوص ثوم مدهوسه، وكمان هطشه بشويه زعفران مع خل عنب ابيض، اقلبهم مع بعض. ما فيش زعفران عادي صح؟ ما فيش زعفران مش مشكله، ما فيش خل اصلا مش مشكله برضو. اوكي، بلاش خل ابيض، خل ابيض عنيف جدا على الريزوتو. ف حنين انت يا حنين. انا حنين جدا مع الاكل بس. اه والله حنين. لا بس يمكن معاكي معايا ابدا ما انت ما هي عقرب فبتقعد كل شويه تلدعني وبعدين تعمل بريئه. انت عقرب؟ هي. انا عقرب برضو. انت مش انت عقرب قد كده؟ انت 11 تسعه تسعه انا سته. اه طب شوف عشان هاي فايف من بعيد عشان كده اول ما قعدنا على طول يعني النهارده بصي اول مره نتقابل انا وهي على طول في كيمستري. لا بس يارا انت حبيبتي مش هتقعد تلدعيني. لا انا لا يعني مش حبيبتك. انت حبيبه قلبي انت روحي. طيب دلوقتي انا معمي من الخل اللي دخل في عيني. خطايا خطايا. لا دي مش خطايا، دي تفاعلات كيميائيه، ما بلاش حاجات تخريف. خطايا قصدها يعني ذنبي يعني. انا مترجم دلوقتي اردني. شفتي؟ انيسه عبيد البرنامج؟ ايه؟ انيسه عبيد البرنامج؟ انيسه عبيد ايوه البرنامج. انا انيسه عبيد بتاع هو وهن. بصي عملت ايه يارا؟ انا خدت الخل ده وحطيت عليه الزعفران زي ما شفتي، وهاخد بقيه الزعفران ده لانه غالي جدا فمش هنقدره. ولو ما فيش زعفران ممكن نستعمل عصفر او بلاش خالص. اوكي. انت عشان تعطيه شويه لون كمان. لون وطعم لانه الزعفران ريحته تجنن. انت اردنيه بتاكلوا سوري بتاكلوا زعفران كتير صح؟ احنا بنعمل زعفران قليل قوي في اكلنا. هو مش موجود في مطبخنا بس ناكله كتير في المطاعم اكيد او بنطبخ بيه. انا بحبه ما عنديش مشكله. انا بحبه قوي. طب بما انك بتحبي الاكل يا رو انا عارف ان انت فودي رهيبه وعلى الانستغرام بتاعك كمان بتهتمي بالبيوتي، هنيجي للبيوتي بعد كده، بس انت بتحبي تطبخي او بتطبخي؟ انا بحب اطبخ وبطبخ من زمان. الله. يعني طب ايه اكتر اكله بتحبيها؟ انا بحب الايطاليان كوزين عامه، المطبخ الايطالي بالنسبه لي احلى حاجه. انا كمان. وبعد كده انا بحب الكاربس، بحب الكربوهيدرات جدا. يعني ممكن ما اكلش فراخ لحمه الحاجات دي كلها، بس مع زبده بيكون بيرفكت. يعني رز مكرونه عيش اي حاجه انا تمام. دايسة. ودي كارثه يعني طبعا كبيره لما الواحد بيحاول يلم الدنيا. يعني على طول في الكرش والجناب. ما هي المشكله بعدين يعني ايش بتحطيها بسرعه بتاكلي وبتشبع هذا الشعور بس تقعد سنه على وراك زي ما بيقولوا. كارثه. طب ما فكرتيش تقدمي برنامج طبخ؟ لا عملت برامج طبخ بس على الراديو في رمضان. دايما بعمل كده. بس عشان الراديو مش بضطر ان انا ابقى في مطبخ فطبعا بتسهل جدا. بس بعمل بقى ريسيبيز كتيره بطلع بيها. طب ايه ده خديني معاكي في البرنامج ده في رمضان. يلا رمضان الجاي والله كل رمضان لازم اقعد افكر في حاجه دايما انا عارفين اكل طبعا لازم رمضان يارا هنعمل حاجه اكل. بس بتعرفي بحس انه صعب موضوع يعني مثلا انا حاولت مره اعمل هذا الشيء صراحه ما زبط معي لانه عن جد لانه الناس بدها تشوف بعينها بدها تشوف كيف مثلا انت بتعمل بتقلب زي هلا الريزوتو كيف كذا فاظني بتكوني انت مأيده خلينا نحكي باكلات معينه او بطريقه وصفات معينه اللي تكون سهله للسامع يعني وبالذات احنا الستات لازم نكتب كيف الطريقه بس احنا كمان لازم نكتب الشيفات البروفيشنالز نكتبوا الطريقه بالتفصيل بالتفصيل الممل كمان حتى شفتي في الكورس بتاعي كان في مانوال للطبخ بالادوات بالوقت بالدرجه السهوله بكل حاجه فانت كنت عندك سؤال يعني انا أكيد. عندي سؤال عندي اسئله كثير ما انا عارف انا نجيت لك حسيتك طيب بدي اسالك سؤال انا عندي هاجس اخوف بدي اشوف اذا عندك بقول احنا المذيعين بعد فتره طبعا صوتنا بيتغير مع الكبر واذا في حدا بيدخن غده درقيه في كثير اسباب بتغير بصوتنا بتخافي من هذا الشيء انا ممكن يغير او بتفكري اذا لا سمح الله صار شيء ممكن انت تغيري تعملي كارير شفت مثلا اكيد بصي انا لسه كنت بحكي لعمرو انا من اسبوعين جالي دور البرد اللي لافف على مصر كلها والاردن وضع وحيد يعني عمرو يا حرام انا اصلا بشوف الستوريز بتاعته على الانستغرام كان صعبان عليا جدا عمال اقول هيصور ازاي بصور عادي ما انت فاكره لما كنت بتقولي بنمثل بنمثل ان احنا عاديين جدا ازيك يا حلا اسفل على مرحله 40 بتموت من جوه بس فعلا صوتي راح
الصباح من البرد ده الغريب خبطني بقى في اخر كام يوم في صوتي، صوتي اختفى. مصيبه طبعا، ما عرفتش انزل. انا كنت وانا عيانه بنزل اروح الشغل، خلاص عيانه بتدي شويه باور كده وطاقه وتخشي تخلصي وبعد كده تروحي تتكومي بقى في البيت عادي يعني، فاهمه؟ فلما صوتي راح اترعبت، قلت يا نهار اسود انا لو صوتي راح اعمل ايه؟ ده اكل عيش. اكل عيش، فاهم؟ بس انا متهيالي مع تغيير الصوت والحاجات اللي هي ممكن تكون عوامل عاديه طبيعيه، انتي بعد شويه وخصوصا لو بقيتي بقالك كتير على الراديو خلاص الناس بقت بتحبك ليكي صح، مش لصوتك صح. از لونج از ان صوتي مش بيطلع يزعجهم، بتنعري يعني. يعني مش اللي هو مش هطلع سرسع ولا هطلع فاهم كح ولا حاجه كتير يعني. طب دي ظاهره جدا على فكره، انا في كتير جدا مذيعات في الراديو مؤخرا، زمان ما كانش في الموضوع ده خالص، كان في كرايتيريا كده وكان في بيزكس للمذيعات اللي بيطلعوا، بس دلوقتي بما انك ذكرتي السرسعه، في مذيعات بجد بيعصبوني جدا وانا بسمعهم. تفتكري ايه اللي اتغير من زمان دلوقتي في اختيار المذيعات؟ ما بقاش المعيار ابدا الصوت؟ لا، هي مدارس بقى. كان زمان هو لازم خامه الصوت وجوده الصوت تبقى عميقه جدا، وفي لا يعني مع الوقت كل حاجه بتختلف يا عمرو، متهيالي يعني احنا كل شويه انت لازم بتمشي وتواكبي اللي بيحصل حواليك. دلوقتي الراديو بقى قايم على الشخصيه، الكاريزما، الكاركتر بتاع المذيع او المذيعه، مش خامه الصوت، لان اختلفت الاذاعه اختلفت عن زمان صح. بالذات لانه كمان صار زي ما حكيتي قبل شوي الاذاعه صارت تنشاف. زمان احنا كنا نفكر كيف شكل المذيع ورا الراديو، خلاص بقى تخيل كيف يعني شخص بيكون مخبى جوا راديو ما عمره بس هلا لا كله اختلف، صارت الناس تشوف، صارت الناس هذا. فزي ما انت قلتي صار يحبوكي لإلك لشخصيتك، فان شاء الله يا ربي ما حدا ينضرب صوته ابدا يا رب يا رب، ولا بصحته عشان نيجي عايزين نربي عيالنا. طب يارا عايز اسالك حاجه ثانيه، انت اكيد تعرضتي لمواقف بايخه جدا على الهواء، انت مذيعه هواء راديو، حد قبل كده كلمك بس قال لك حاجه يعني غريبه؟ بص، هو انا يعني عشان افتكر حاجه هيبقى صعب، لان انا بقالي سنين السنين وبطلع يعني بطلع حلقه كل يوم، بس بنتحط في مواقف طبعا كتيره، حاجات حلوه وحاجات دمها تقيل. لا في كل حاجه وبتبقى كلها كوميديه. أيوه. بس في الاخر انت كمذيع او مذيعه انت خلاص انت بتتعلمي ان انت تلقط المواقف. تلقط المواقف، ولو حد قال حاجه دمها تقيل خلاص اصل خلينا يعني نتفق ان مش كل الناس هتحبك صح. يعني وده طبيعي، يعني لو كل الناس حبتك كلها بلا استثناء هتبقى حاجه غريبه. فعادي انت متعود ان ممكن حد ينتقدك، ممكن حد يقول كلمه ملهاش لازمه، حد قال حاجه عبثيه مش مفهومه ابدا، قعدت تقولوا ايه ده اللي اتقال ده؟ لا لا، احنا في حاجات كثيره قوي 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 حصلت قبل كده، يعني زي مثلا معلومه معينه يعني انت بتحكيها بيجي حد بيناقشك فيها ممكن، ولو غلط هقول ان انا غلط بالظبط. اصل انا بتعامل ان انا ما بقتش مش بتعامل ان انا انا مش كمبيوتر طالع على الهواء، مش عندي كل، عادي ان انا اغلط، عادي يا جماعه ان احنا نغلط ونفيش وبنصلح بعض، ولو حد صلح لي او صلح لي مروان معلومه بنطلع نقول ميرسي احنا فعلا صح واحنا اللي غلطنا، عادي احنا علشان احنا بنبقى على طبيعتنا بالظبط صح. ما هذا هو سر نجاحكم بتخيل يعني. كمان يا رب بصي بقى، انا هقول حاجه قبل ما تساليها السؤال ده، انا عمال بقالي كتير جدا بقلب، انتوا شايفيني بقلب، بس انا مش بقلب ده توتر او انكزايتي، لا هو ريزالتو بياخد وقت كتير كده، ان احنا كل شويه ناخد كبشه من الشوربه او المرقه، كبشه صغيره ما نغرقوش، وبعد كبشتين من الشوربه كبشه من الميه. ليه بقى؟ لان المرقه اوريدي واخده توم، واخده ملح وفلفل، واخده توابل وحاجات كده، فهنزود كتير قوي على الرز، هيبقى طعمه حادق. ففي النص كده بناخد كبشه ميه عاديه وبنفضل نستفز النشا اللي في الرز عشان تطلع النشا، يطلع النشا بتاعته، فيدينا القوام الكريمي من غير ما نحط زبده كتير. انا حطيت قطعتين زبده وعايش عليهم من البدايه، ما زودتش اي حاجه تاني، بس هو قرب خلاص يستوي، شايفه الرزايه كبرت ونفشت بالظبط. والريزوتو مش بيبقى ناشف قوي زي الرز بتاعنا العادي، هو بيبقى كريمي، واخد كده كريمي تكشر جاي من النشا مع الزبده، بيعمل زي رو او عامل ربط فبيربط فبيبقى كريمي بس كده، ما بنحطش عليه كريمه. الايطاليين لو شافوكوا هيقطعوا ايديكم من هنا. المشروم ما بيتحطش عليه كريمه، المشروم ريزوتو بنعمله بيتحط بالمشروم. بتشوحي المشروم زي الجمبري كده بالظبط، بتحطي المشروم على جنب، ولما يخلص بتقدميهم مع بعض وبتقدميه فوقيهم. يعني انا كتير بحبك على اكله اليوم حياتي. انت بتحبيه؟ جدا، انا مبسوطه ان انا ما فطرتش. ايوه كنت عايز اسالي حاجه يا
مرة. ايش كنت بدي اسالها؟ نسيت. ما انت بتخليني احكي. اعمل ايه؟ طب ما انا لازم اقول الطبخ، ده برنامج طبخ. حرام. هتخانق دلوقتي بقى. بصي انا قاعده اتفرج عليك، انا قاعده ساكته واتفرج. النهارده مش عارف ليه على الشكل ده. عاملين ضمنيا كده معاهده سلام، بقى لنا كام حلقه مش فاهم ليه. ما بعرف بس لا ما حصلتش يعني. بدنا نكسر شغله، بدنا نرجع للشراره. انت ما قلتيش اكل النهارده، هي ضيفتنا اللي هتاكل بس. طب حتديني حته؟ هتدوقها معلقه. طيب وايش كمان؟ احنا كنا بنتكلم على المواقف والحاجات اللي بتحصل دي، فعادي بقى. فبقول لك طبعا مش هتحكي لنا اي موقف. والله انت عارف المشكله ايه؟ ان انا فعلا مش بفتكر. أيوه. يعني انا بتسائل دايما الموضوع ده، بس عارفه من كتر ما انت بتطلعي هوا ومن كتر ما بيحصل مواقف الموضوع بيبقى صعب ان انت تفتكر. طب انت شايفه يا يارا ان الراديو هيروح عليه؟ يعني زي الناس بتقول كتير جدا الجرايد راحت عليها، ما بقاش حد بيقرا جرايد. يعني بقى في ناس فئه معينه سن معين. هل شايفه ان الراديو ممكن يوصل للمرحله دي؟ يعني التلفزيون اكشلي في طريقه للحته دي، لان الناس السوشيال ميديا بقت اهم حاجه عندها في الدنيا حتى الكبار في السن. فبس في ناس لسه بتحب التلفزيون وبتتابع التلفزيون. شايفه ان الراديو ممكن يتاثر في السنين اللي جايه؟ مش مخوفك الموضوع ده؟ اكيد بيخوف. هو ممكن يتاثر، بس متهيالي مش هيتاثر زي الميديا اوتلتس الثانيه. لان يعني هو اوريدي لما بقى في البلاتفورمز بتاعت الستريمينج اللي هي بنسمع والبودكاست منها اغاني وكده، خلى الناس تسمع. ودلوقتي البودكاست دي حاجه موجوده بره ومحبوبه جدا بره بقى، وبقى في كمان عرب بيعملوها. ودلوقتي في 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 مصر يعني وفي الشرق الاوسط عامه بقت ابتدت تقوم شويه. هي لسه قدامها شويه، بس اجان بس احنا البودكاست انا برايي ما بغني ولا اي شيء بغني عن الراديو. الراديو فيك انت وانت ماشي بالسيارة. مش كل الناس رح يكون نزلها هالأبس، مش كل الناس عندها إيو أكس تقعد تحط الأغاني بدها إياها. ومرات الناس بدها تسمع مواضيع بتلمس قلبها، بدها تسمع إيش بصير حواليها. يعني إحنا كتير ماشيين بالسوشيال ميديا لدرجة أن إحنا عم ننسى أنه إحنا بني أدمين بالنهاية. فبالعكس أنا بحس الراديو أبدا ما رح يموت، لأنه زي ما حكيت قبل شوي بوصل أحاسيس ومشاعر سواء كان من المتلقي أو من المذيع نفسه. فأنا ما بأمن أنه الراديو رح يموت أبدا. لو مات مع كل العجقة اللي صارت وكل النهضة، خلينا نحكي نهضة التكنولوجيا اللي صارت، أكيد كان راح من قبل. بس صح. بالعكس إحنا قاعدين، انت ممكن يستبدل المذيع بروبوت ولا لا؟ انا صراحه مش هيظلم طبعا الراديو بوز دلوقتي، لان انا نفسي ابقى مذيع راديو، فمحتاج ان هو يستنى شويه. وكمان انا بشوف يا يارا ان الراديو بيديكي حاجه ما بيديهاش اي بودكاست او حاجه زي دي، ان هو انت ما بتختاريش انت تسمعي ايه، انت بيجي حاجه راندوم. والساعات المخ بيحتاج حاجه كده عفويه، مش انت اللي رايحه لها مختارها ومختاره كل حاجه. ساعات الواحد بيزهق، انا مش عايز اختار لنفسي، عايز حاجه تفاجئك، عايز اغنيه تقول يا الله انا بحب الاغنيه دي، يا ما سمعتش الاغنيه دي. وفي حاجه ثانيه انا بحسها، يعني بحس ان في حته بتاعه انه يتقال اسمك او اسمك على الراديو دي. طبعاً. يعني انا لغايه النهارده، يعني بصي انا بقالي سنين على الراديو، لما مثلا اكون حد من اصحابي وزمايلي على الهواء اروح مثلا بيتكلموا في حاجه، فابعت لهم مثلا حاجه رخم عليهم فيردوا او يقولوا اسمي على الهواء، لسه بتبسط. طبعا في حته كده اللي هو لما بتسمعي اسمك او لما بتتفاعلي مع مذيع الراديو بتتبسطي، بتبسطك من جوه كده. فمتهيالي دي برضو حاجه لطيفه جدا، مش هتروح يعني بسهوله. طيب انا هقدم ده خلاص. خلاص كده هتاكلي بصي بقى كريمي ازاي. شايفه المنظر؟ خلاص انا هقفل عليه وحطيت له في الاخر خالص نقطه زبده بس كده تلمعه. حط زبده براحتك. احط تاني؟ لا براحتك. لا زبده اهو، وهغرفه. الريزوتو طبعا مش بيتغرف منه ايه ربع كيلو، لا هو بيتغرف منه شويه صغيرين كده اهو. وبنحط عليه الجمبري ونقطه بقدونس وخلاص على كده. يم يم يم. الريزوتو ما ينفعش نسيبه يبرد يستوي زياده صح؟ لا لازم يبقى الدنتي. ماشي. طبعا همسح بتقرش الغواصه دي. ايوه الدنتي يعني بيقرش، وده احسن كمان للهضم. يعني اللي بينعض هي ترجمه بس هيك. هاي كمان كلمه اخيرا بس في ناس بتضايق مني لان انا بحب المكرونه بتاعتي مستويه قوي. بقول لك الطليان بنتحروا منك. انا بحب لهم انهيار عصبي. الطليان كده كده عايزين ينتحروا لاي سبب، لان هم صراحه فاضيين جدا ان هم يقعدوا يتضايقوا على كل حاجه، بيتضايقوا من كل حاجه بجد فاضيين. فهقدم كمان الجمبري معايا. عمر طبعا انا بحبك اليوم. انا متصور الكلام ده كله طبعا على تليفوني بالستوريز والانستغرام، هو بس انا مخبيه تليفوني. ماشي
نقطة كمان الحلاوة دي خفيف مش كتير عشان مش عايز اضيع شكل حلاوة الرز. ازود جمبري تاني؟ ماشي. الطبق ده لمين؟ لينا كلنا ده ليكي انت؟ لا لوحدي. لا انا ورندا ناكله مع بعض. لا رندا هعمل لها من ده. شو بحط لي بواقي؟ شفتي شو بعمل فيه؟ بديش اكل. احسن في كرو كله عايز ياكل. طيب عادي شو يعني؟ حلو هلا بروح وبطلب ريزوتو. خلاص صح هيبقى ايه طبق شوربه قوي. كده زي الفل. الله الله يا عمور حبيبتي تسلم ايدك. شكله تحفه ريحه يعني دي بقى الحته اللي ايه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي كل المشاهدين يعني مش هتحسوها قوي الريحه انت وصفيها لهم بقى ايوه مش قادره احكي لكم خطيره بتخلي الريق يجري زي ما بقولوا يعني عن جد يارا كثير كنت مبسوطه بوجودك معنا وانا كمان إلنا حديث هلا بس نخلص في فقره مطبخ انت هتعمليها أوبا. انا جاهزه على انت دبستي على الهواء انا جاهزه يلا خلاص والله الاسبوع اللي جاي يا رجندي معانا بتطبخ عن جد شرفتينا في هو وهن ويا ريت هيك من زمان تعرفت عليكي بشكل شخصي وبس تطبخي عدي الجمايل شوف اصحابي حلوين ازاي عدي الجمايل بقى عرفتك انا هي بقت صاحبتي هلا خلص حبيبه قلبي دي خلاص ميرسي بجد على الاستضافه الجميله دي والحديث الحلو انا عارفه احنا كده هنخلص دلوقتي وهنكمل مع بعض واتبسطت وخلاص المره الجايه بقى هاجي انت الشيف انا هقعد هنا وانت تيجي انا جاهزه بجد خلاص خدنا وعد من يارا الجندي ان هي هتيجي تطبخ في برنامج هو وهن والنهارده بجد نورتنا صح يا رند 100% بجد كان معانا النهارده الاعلاميه القمر اللي اتجنن اللي بتعمل كل حاجه اللهفه الحلواني الاعلام يعني دوبلاش تلاقي مذيعه بالعربي بالانجليزي تلفزيون وراديو وكمان ام سي بتقدم حفلات وبتقدم مؤتمرات كبيره جدا ومشرفان حقيقي في مصر وبره مصر نورتينا يا يارا خليك مرسي يا عمور مرسي يا النهارده عملنا ايه كمان ليارا عملنا الريزوتو اللي بالجمبري والزعفران وصفه ايطاليه اصليه سهله جدا بتاخد شويه صبر بس احنا محتاجين في حياتنا الايام دي ان احنا ناخد نفس كده ونهدى شويه نعمل حاجه بطيئه شويه بس بطيئه في الاخر طعمها حلو جدا تابعونا فهو وهن كل يوم على المحور باي باي